بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم بهذه التغطية الحية والمباشرة هنا من مدينة فيرونا في إيطاليا وذلك لتغطيتنا المستمرة لسباقات القدرة على قناة أبوظبي الرياضية مشاهدينا الكرام تحت مظلة مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. اليوم وغدا إن شاء الله مشاهدينا الكرام سوف نكون معكم على هوائي مباشرة لنقل 4 سباقات على هوائي مباشرة بداية من اليوم مشاهدينا الكرام سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرق للسيدات للقدرة لمسافة 120 كيلومترا. غدا مشاهدينا الكرام سوف ننقل لكم على هوائي مباشرة 3 سباقات تحت عنوان كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة. سباق طبعا 3 سباقات في نفس اليوم. الكأس يتضمن السباق الأول لمسافة 120 كيلومترا للشباب والناشئين وسباق مفتوح لمسافة 120 كيلومتر و 80 كيلومتر الوان ستار سباق النجمة الواحدة مشاهدينا الكرام. طبعا السباق ال 120 غدا للشباب والناشئين وايضا سباق المفتوح ل 120 على مقسم على 5 مراحل، اما سباق ال 80 كيلومتر وان ستار مقسمه الى 3 مراحل. اليوم مشاهدينا الكرام في تمام الساعة 5:30 انطلق كاس سمو الشيخه فاطمه بنت مبارك للفرق للسيدات للقدره لمسافه 120 كيلومترا. انطلقت المرحله الاولى والثانيه والثالثه والان سيدات الامارات والسيدات المشاركات في هذا السباق في خضم المرحله الرابعه. كل التوفيق طبعا لسيدات الامارات، صدارة اماراتية حتى الان، الصدارة اماراتية ولكن في المركز الثاني هناك مطاردة بحرينية تقريبا، الفارق وصل الى 3 دقائق ما بين 3 دقائق الى 3 دقائق والنصف. طبعا كل التوفيق لسيدات الامارات المشاركات في منتخب الامارات شذر الحجاج، عايشة الرميثي، علياء الخفاجي، عفراء السويدي، آية عبد الرضا. طبعا شذر الحجاج تحت شرف المدرب والمالك الخيل حسن راكان وعايشة الرميثي حسن راكان ايضا، علي الخفاجي تحت اشراف المدرب علي الجهوري، المدرب المعروف طبعا علي الجهوري، عفرة السويدي تحت اشراف يوسف البلوشي، اخيرا آية عبد الرضا تحت اشراف المدرب اسماعيل محمد. طبعا كل التوفيق للخيول المشارك وكل المشاركين في هذا المهرجان الجميل والرائع هنا في مدينة فيرونا الإيطالية، وكل التوفيق ايضا للفرسان الذين سوف يشاركون غدا ان شاء الله للفارسة اريام وايضا مايسة البريك وايضا صالح العامري، علي الكتبي، غانم الهاجري، محمد الجنيبي. مشاهدينا الكرام طبعا كما عودناكم في الاستديو الخاص بأبو ظبي الرياضي لسباقات القدرة ودائما نجوم الاستديوهات هنا معنا يتواجد الأستاذ سلطان المرزوق الأمين السر السابق في اتحاد الفروسية وأيضا المالك والمربي لصالات المزنم. سلطان رحب بك على قناة أبو ظبي الرياضية، أجواء جميلة، نعم كانت ماطرة ولكن احنا نحب المطر ونشتاق للمطر. الله يسلمك يا مسعود، وأنا أحب أرحب بالمشاهدين الكرام عبر قناة أبو ظبي الرياضية ونقولهم ان شاء الله اليوم في حدث جديد وان شاء الله ان شاء الله يتوج مسعى الفريق والمجهود اللي سووه الشباب هنا ان شاء الله اليوم بالذهبيه باذن الله. نعم. سوف انتقل للسعود الرئيسي ولكن قبل ذلك كيف شهدت المشاركه الاماراتيه ومنتخب سيدات الامارات حتى الان وهن في الجوله الرابعه؟ طبعا هي مشاركه قويه اليوم، هي مش مشاركه للمشاركه، هي مشاركه للمنافسه. عندنا 12 فارسه اماراتيه. طبعا المسابقه هذه هي عباره عن للفرق وللفردي. ولله الحمد المشاركه قويه، للحين متصدرين طبعا كمنتخبات او فرق، احنا ما زالت الامارات متصدره ومطارده بحرينيه قويه، والمركز الثالث اعتقد هو الايطاليين والرابع الاسبان، ولكن فرق بيننا كبير. اما في الفردي فالصدارة إماراتية لعفرة السويدي، والمركز الثاني لين الحين للفارس علي الخفاجي، المركز الثالث للفارس آية، وان شاء الله نتمنى ان هم الحين طبعا خلصوا المرحله الرابعه، بتبقى لهم مرحله الحين بنيب نتيجه المرحله الرابعه وبعدها ان شاء الله نحلل السباق. نحلل السباق نعم ان شاء الله. طبعا مشاهدينا الكرام قبل لحظات انتهت المرحلة الرابعة من السباق، هذا السباق الذي انطلق في تمام الساعة 5:30 وقبل لحظات انتهت المرحلة الرابعة لمسافة 25 كيلومتر من كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرق للسيدات القدرة لمسافة 120 كيلومتر. زميلي سعود الرئيسي متواجد هنا في أرجاء القرية، القرية الإيطالية للقدرة، تفضل إليك الكلمة سعود الرئيسي وياريت لو تصف لنا الأجواء وأيضا المقابلات أكيد الغزيرة التي سوف تغذينا بها الهواء مباشرة. تفضل سعود.
نعم شكرا لك مسعود، تحية لك وتحية لضيفك سلطان المرزوقي في الاستديو. بالتأكيد مثل ما ذكرت اليوم بداية اليوم وبداية السباق كانت الأجواء ماطرة، مما أدى إلى صعوبة الأرضية أو صعوبة التراك الذي سيشارك أو ستشارك فيها الفارسات من خلال سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات. بالتأكيد صباحا بتوقيت فيرونا، فكان الجو تقريبا يعني الحمد لله بداية الانطلاقة كان زين، لكن أول ما انطلقة ويعني جتنا عاصفة يعني وأمطار غزيرة، فكانت الأرضية فيها وحل، فيعني اضطروا الفرق اللي هي الأوروبية أنها تقلص السرعة عن فريق الإمارات اللي استطاع أن يأخذ مكانته في انطلاقة السباق في الصدارة، والحمد لله فريق الإمارات خذوا مكانهم في الصدارة وحافظوا على سرعتهم في الأول أربع مراحل الحمد لله لين الحين، فمشيهم كان ممتاز. الأول الثاني الثالث هم فرسان الإمارات منتخب فريق اسمه الشيخة فاطمة بنت مبارك اللي يمثل دولة الإمارات، كذلك كانت في مطاردة من الفريق البحريني، والحمد لله يعني نحن نتشرف أن يكون الأول والثاني عربي والثالث اللي هو الفريق الأسباني، لكن يشكل خطورة اللي هو المنتخب الإيطالي. ليش؟ المنتخب الإيطالي مشارك بخمس فرسان، فتقريبا العدد الكبير من خمس فرسان هم يشكلون خطورة على أن إذا خلصوا الخمسة بيكون لهم نصيب الأسد، عرفت كيف؟ موقع فارسات الإمارات حاليا شو؟ بصراحة يعني من بداية المراحل يعني المرحلة الأولى يعني فيه اللهم أنه مجرد بس تغيير في الأرقام ما بين الأول والثاني والثالث اللي هو كان بين اسطبلات الاتحاد مثله مدرب يوسف البلوشي المملوك اسمه الشيخ منصور بن زايد، وكذلك اسطبلات الوثبة مدرب علي خلفان الجهوري، وكذلك مملوك الاسطبل اسمه الشيخ منصور بن زايد، واسطبل أمارم مدرب اسماعيل محمد، كان بعد نفس الحكاية يعني في المجموعة يعني كان يبدل مرة خيل إسماعيل قدام، مرة خيل يوسف، مرة لأن المرحلتين الأخيرتين كلهن كان خيل يوسف الفارس. حسن منتخب واحد منتخب الإمارات اللي يمثلنا اليوم أو اللي البنات اللي يمثلونا اليوم، لكن أربع مدربين مختلفين، كيف اتفقتوا وكيف كانت خطتكم أنتوا اليوم للخروج بالمركز الأول؟ الحمد لله أخوي سعود الحين جايين هني نمثل دولة، فخططنا كلها واضحة بيننا متفاهمين على المسار. الحمد لله أنا أحب أشكر سمو الشيخ منصور بن زايد على ثقته الغالي اللي أعطاني يعني عدد خيلين، يعني بالنسبة لي أنا هذا يعني يحافز ودعم كبير لي شخصي أن سموه يعطيني خيلين في هالبطولة اللي هي بطولة عالم. الحمد لله اتفقنا مع اخواني مدربين، طبيعه لان الخيول اللي عند اخواني مدربين اللي عند يوسف وعند اسماعيل وكذلك عند علي خلفان، هاي خيول جايه من الامارات متدربه على سباقاتنا، وكذلك خيول مؤديه عندنا في الامارات، فاضطرينا ان تكون خيولهم الثلاثه في القدام في المنافسه، وتكون الخيول اللي عندنا نحن خيول يعني اللي موجوده هنا في اوروبا تكون كدعم، يعني ما تكون فارق بعيد بينها وبين الاوائل، على اساس ان نحاول نخلص ان شاء الله التيم يخلص خمس فارسات وان شاء الله نخلص. البيس كم كان في المرحله الرابعه والثالثه والثانيه والاولى؟
صراحة يعني البيس عالي جدا بالنسبة للأوروبيين وبالنسبة بس بالنسبة لأخوانا الإماراتية الحمد لله ممتاز، كان 23 وحافظوا عليه لين المرحلة هذه، لأن كانوا متوقعين أن يروحون 19 18 في اللوبات هاي، بس يعني الحمد لله الجاهزية والإمكانيات الكبيرة القوية المسخرة للفريق الإمارات أدت أنه يعني يتبوأ هاي المكانة وياخذ الصدارة من البداية. حالة الخيول في مرحلة الفحص الطبي كيف كانت؟ الحمد لله جميع الخيول الحمد لله تبشر بخير، الخيول على طول ما عندها أي مشكلة الحمد لله في الفحص، ما في خيل الحمد لله يتأخر في نبضات قلب. لو بتلاحظ حتى الخيول اللي هي الفريق الإمارات الأول والثاني والثالث تقريبا كلها يعني أجزاء من الثانية، فرق بين الخيول يعني مستوى الخيول تقريبا متشابه، وإن شاء الله أن الحين خلصوا المرحلة الرابعة فترة استراحة وبيكون فيها إعادة فحص الطبي، إن شاء الله نتمنى أن الخيول تتجاوز هاي المرحلة ونشوفهم في المرحلة الأخيرة. قبل ما أختم معك حسن، خلني أسألك المرحلة الأخيرة الخامسة يمكن هي المرحلة الأهم، شو توجيهاتكم أنتم كمدربين للفرسان، وهل بتزيدون السرعة من خلال هذا المرحلة؟ اعتقد اخواني المدربين اللي في الصداره متفاهمين على اساس انها تكون الصداره اماراتيه بحته من اول لين ثالث، سواء كان على الـ بالنسبه للفرق وكذلك يحتلون الاندفجوال نعم الفردي، فاعتقد بتكون السرعه بيرفعون السرعه شويه، لكن مو بانه لدرجه انها اذا كانوا ارواحهم وما في اي خطوره عليهم بيحافظون على سرعه خيولهم أساسا يوصلونها إن شاء الله سالمة، لكن إذا في يعني كانت مطاردة ولا حد يشكل علينا تهديد يعني يحاول أن يلحق، فبنضطر يعني يضطرون أنهم ما تقول بنضطر أنهم نزيد السرعة على أساس أن نعمل فارق، أو كذلك يمكن نضطر أن في تكون في مغامرة. نعم بس ان شاء الله انها يعني لان عندنا اوريدي يعني في خيول مباراه حاولين انها نوصل اكبر عدد من الخيل وان شاء الله، لان الحين الحمد لله الفريق الاماراتي مؤدي بشكل ممتاز حسب الخطه اللي حاطين الحمد لله. مدير الفريق اخوي مسلم العامري اجتمع فينا ووصلنا مسج سمو الشيخ منصور بن زايد رسالته تمثيل الإمارات بشكل مشرف، وإن شاء الله نتمنى هالشيء، ولين الحين الحمد لله ماشيين على الخطة والأمور الحمد لله لين الحين تبشر بخير. بالتوفيق إن شاء الله يا حسن، شكرا لك. جزاك الله خير معكم، حياك الله. إذا مسعود كان هذا حديثي مع حسن راكان المنصوري مدرب إحدى أو خيلين مشاركين اليوم في هذا السباق، وبالتأكيد حسن تحدث بشكل أو أعطانا ملخص حول كل ما شهدته القرية منذ الصباح الباكر وحتى الآن. الكلمة تعود إليك مرة أخرى في الاستديو ريثما أعود بلقاءات أخرى من هذه المنطقة. شكرا لك سعود الرئيسي. طبعا تحدث حسن ركان المنصوري عن الأداء القوي لفارسات الإمارات وتمسكهم بالصدارة، وأيضا وصولهن بختام المرحلة الرابعة وأيضا هن في الصدارة، إذن يفصلن فقط 20 كيلومترا لفارسات الإمارات في المرحلة الأخيرة المرسمة بالعلام الزرقاء لكي يتوجوا إن شاء الله على مستوى الفرق في هذا السباق. سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الفرق للسيدات للقدرة لمسافة 120 كيلومترا. مشاهدينا الكرام نستعرض عليكم الآن طبعا المراحل الأولى أو المرحلة الأولى من السباق. المرحلة الأولى كانت لمسافة 36 كيلومترا و100 متر مرسمة بالعلام الصفراء، وسوف نقوم بالتحليل على بنقوم بالتحليل القراءة الفنية والتحليل الفني لهذه المراحل مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ سلطان المرزوقي. طبعا بومايد قبل ما نتحدث عن المرحلة الأولى والحديث في تفاصيل المراحل، بس يعني آخر التحديثات آخر الأخبار الأبديت لمشاهدينا الكرام، ما شاء الله قبل لحظات استلمت يعني نتائج المشاركات للمرحلة الرابعة، يا ريت بس لو تعطينا آخر الأخبار. آخر الأخبار إحنا الحمد لله ما زلنا في الصدارة وبقوة. طبعا الفارسة عفرة السويدي من الإمارات للحين هي في المركز الأول على مستوى الفردي، أنا أتكلم عن مستوى الفردي. أما الفارس علي الخفاجي في المركز الثاني، والمركز الثالث نعم آية عبد الله، صحيح آية علي عبد الله، آية وعفرة
وعليا. نعم. متصدرين. والغريبة في المرحلة الرابعة، إذا بتكلم بس عن المرحلة الرابعة، أن زادوا فيها السرعة بطريقة غير عادية. يعني العادة إحنا نشوف أن السرعة تبدأ قوية وتبدأ تنزل تدريجيا. هالمرة شفنا لا، بدأوا بسرعة 23 في اللوب الأول، اللوب الثاني 22.1، اللوب الثالث زادوا السرعة 23.4، اللوب الرابع الأخير وصلوا السرعة 26.8. السؤال يجرني للسؤال، قراءتك أنت كمدرب، هل أمر إيجابي أم لا سمح الله سلبي الموضوع؟ شوف بخبرك قراءة المدرب، ماذا يدور في أذهان المدربين الآن؟ شوف مدرب يعني بمعنى. طبعا المدرب، المدربين كانوا متخوفين، اللي باين عندي أنا إنهم كانوا متخوفين من المرحلة الأولى، من المسار، من المسار، وإن كيف الخير راح يتأدي. بعد ما طمنا وخذوا الثقة، والبنات خذن الثقة في التركات ودشوا وجو المنافسة، لا رفعوا السرعة بطريقة غير عادية. أعتقد إن اليوم بيكون في نيو ريكورد، أعتقد بعد نيو ريكورد، أعتقد نيو ريكورد. نعم نعم نعم. إذن يعني حتى الآن أول منطلقة الجولة الخامسة والأخيرة، ودائما ما تقول لي أنت الجولة الخامسة والأخيرة جولة كسر العظم، يعني هنا الفارق يعني المطلوب من البنات الآن، أنت قراءتك من اللي على الورق. قراءتي على الورق للحين احنا ماشيين زين، ولكن احنا عندنا ادفانتج كمنتخب الامارات، لان الفريق المشارك عندنا طبعا القانون الدولي في الفرق او النيشن كابس سباقات الفرق، انه يختارون 5 فارسات. الخمس فارسات هذيلا ياخذون احسن 3 نتائج. جميل. يعني ياخذون مثلا احسن 3 نتائج ويجمعون الاوقات، وعلى اساس انت تحدد الفريق الاول من الثاني من الثالث. نعم نعم. احسن 3 اوقات. احنا عندنا 5 بنات مشاركات، والفريق الايطالي عنده 5 بنات مشاركات. نعم. الفرق الثانية يو بس 3 بنات مشاركات. معناته في حالة ان اي بنت من الثلاث خيلها صار لأي لا قدر الله اي عرج، خروج من السباق، اي استبعاد من السباق، معناته الفريق كله راح يطلع من السباق. نعم. معناته ما تحسب النتائج الفردية فقط. بالضبط، تحسبوا لهم النتائج الفردية. اما احنا الامارات الحمد لله عندنا يبنى 12 فارسة اختاروا منهم 5 اللي هن مثلاً المنتخب أو الفريق، وللحين ما شاء الله الخمس كلهن يعني في الفورمة، 3 متصدرات وما زلنا ماسكين الصدارة وبقوة. الفرق ما أقدر أقول لكم يا الحين بالضبط الفرق بيننا، لأن وصلت الخيل الحين وبعدها ما زالت الفحص البيطري، بيعطونا لسه إن شاء الله بعدها النتيجة بعدها بنقدر نعرف بالضبط كم بيننا الفرق بيننا وبين المنتخب المطارد اللي هو البحرين، وبعد الفريق الفرنسي وبعد الإيطالي. نعم. جميل. أبو مايد، تحدثت عن أن الإيجابية لنا أو النقطة الإيجابية أن احنا مشاركين ب5 فارسات والمنتخب الإيطالي مشارك ب5 فارسات. نعم. يعني وباقي المنتخبات شاركوا ب3 فارسات، الآن أنت عندك 5 فارسات. العمل اللي يقوم به يعني تحدث حسن ركان المنصوري أن توجيهات كابتن الفريق العمل كتيم طبعا، وهذا شيء أكيد مفروغ من أمره، يعني العمل بيقوم بتوزيع الفرسان في التراك كيف يكون؟ طبعا كان فيه اجتماع تنويع قام به رئيس الفريق اللي هو الشيف تكيب مسلم العامري. نعم. وطبعا وضح الامر للمدربين على اساس انهم كيف ممكن احنا ناخذ الاول في الفرق وناخذ الاول في الفردي. نعم. وهذه غايتنا احنا، ما ين اليوم نشارك في ايطاليا اوفرسيز عسى نوصل هني الا احنا نبى ناخذ الميداليه الذهبيه، وخاصه في سباق مثل سباق الشيخ فاطمه بنت مبارك، طبعا شيء. نعم. يعني سباق غالي علينا وايضا السباق رعايه رئيسيه مهرجان سمو الشيخ منصور، وهذه الغريبه ان هذا اول سباق يكون فيه للفارسات فقط نيشن كاب. هذا طبعا هاي سابقة. نعم. ما قد صارت قبل، فعشان كذي البنات الإمارات اليوم بعد مصرات اجتمعوا معها نفس الشيء ووضحوا لها الأمر على أساس إن كيف إحنا ممكن نسيطر على السباق، واشتغلوا كلهم كتيم وورك، واللي باين على أرض الميدان الحين فعلًا هم اشتغلوا كتيم وورك. نعم. واضح. موزعين الأدوار بطريقة صحيحة، في عندهم خيول في المقدمة 3 منافسة بقوة، في خيلين خليدهن ريزيرف بعدهن. نعم. على أساس إن يقدرون يمسكون هذا السؤال اللي هي. نعم. اللي هي الأنكر على أساس يقدرون يمسكون إن ما تطلع تسيطر على السباق. لا سمح الله، لا سمح الله. أي شيء صار في 3 خيول اللي في المقدمة، الخيل اللي بعدهن الرابع راح السبورت. نعم. السبورت راح يخلينا بعد في الصدارة إن شاء الله، إذا إن شاء الله ما نبي أي شيء برا الحسبة. نعم. الأجواء الماطرة أبو مايد ومدى تأثيرها؟ والله تأثر كثير، لأن مثل ما شفنا اليوم بدأ السباق، كانت الانطلاقة ما كان في مطر وكان الجو ممتاز. نعم. بعدها تقريبا بساعة ونص. نعم. ساعة ونص. ساعة ونص تقريبا صار يعني ستورم قوي، عاصفة قوية وأمطار شديدة، طبعا التراك يصير صعب، يعني الأرضية مو ثابتة، زلقة،
لازم يكون الفارس حذر. عشان كذي قلت لك الفرسان او الفارسات اليوم فكانوا في اللوب الاول حذرين جدا، اللوب الثاني نفس الشيء، الحين بدأوا يتأقلمون على الوضع، بدأوا يرفعون السرعات، وبدأوا يرفعون السرعات بشكل قوي. يعني مسعود خلينا نكون صريحين معك، الامارات هي لو قلنا الامارات هي اقوى من اقوى فرسان العالم واقوى مدربين في العالم. صحيح. موجودين في الامارات اللي هم مواطنين الامارات. نعم. فلما نيجي على السباق اذا ما قدرنا نسيطر على السباق من البدايه فاعتقد ان الجمعه ما بيعطوك فرصه. وبعدين انت لما تيجي تنافس فريق الايطالي على ارضه وتنافس الفريق الفرنسي اللي هو عنده العوامل الارضيه متعودين نعم عليها، متعودين عليها. صعب انك انت تنافسهم، ولكن خبره الشباب عندنا غير عاديه بصراحه، وقدروا يسيطروا على السباق، وهذا باين حتى من الارقام اللي موجوده عندي هنا. نعم. ما شاء الله تقوم بعمليه ثروت انت خيل عايشه. نعم هنا اليوم الصبح. نعم كنت انا بو ماي ضعفت لياقه قوة ما شاء الله. من كثر ما ترت الخيول. لا ما شاء الله، يعطيك الف صحه وعافيه. الله طبعا كيف شهدت المسار؟ رايك في التراك بشكل عام؟ والله التراك اللي كان اللوب الاول صعب، كان صعب جدا، صعب جدا، لان تغيرت في الارضيه اكثر من مره، فيها اسفلت، فيها مكانات كبيره كان فيها اسفلت، مكانات كان فيها يعني احجار كثيره. نعم. يعني أحجار شار كثيرة. يعني ترك متروس حصان. نعم. فهذه يعني مثل حاجز من الحواجز الصعبه اللي لازم تتخطاها بحذر. فعشان كذي قلت لك في اللوب الاول كانوا وايد حذرين، يبون الخيط توصل، يبونها تفحص وطول الفحص البيطري بكل اريحيه. نعم. وهذا قدروا يتغلبون عليه وسووه ببساطه جدا. صحيح. طبعا احنا كانوا المدربين متخوفين ان ما يبون يصير اي شيء خارج النطاق اللي هم راسمينه، لان هي خطه. صحيح. في النهايه انت تلعب خطه لانك تلعب. نعم. فرق. نعم. الفردي اوكي ممكن انا اغامر، اذا عندي انا 12 فارس فردي ممكن اقول روح، يعني بخلي. صحيح. مثلا خمسه قدام ووزع، لكن الفرق كلها مربوطين مع بعض. نعم. لكن الفرق لا، لازم تكون حذر، لان انت لازم تحدد الفريق من ال 12 الخمس بنات اللي شاركن لازم تحددهن قبلها بيوم. فانت ما تقدر تبي يوم وتغير تقول لا انا والله ما ابى مثلا عليا بحط بدالها فارس ثاني، ما ينفع. صحيح. انت خلاص تكون خط قرارك، وما خط قرارك الا باختيار يكون صايب 100%. نعم. اي خطا راح يكلفك. نعم راح يكلفك. نعم نعم. بمايد يعني احنا كنا مع بعض في المرحله الاولى وشاهدنا المرحله الاولى تقريبا كل تفاصيل المرحله الاولى. رايك في المرحله الاولى فنيا في الميدان كيف شاهدتها؟ شاهدتها طبعا العالم كلها، كانت الناس اللي موجوده هنا والمدربين من كل دول العالم اللي حاضرين كانوا متوقعين انها ما تزيد السرعه عن 18 كيلو متر في الساعه، لكن فرسان الامارات قرروا انهم يروحون سرعه اعلى منها شوي عشان يفحصون الخيل. أه. يعني يشوفون الخيل اللي مشاركه معاهم شو مستواها. نعم. فراحوا بسرعه 22 23 تقريبا 23، يعني كانوا يمشون 24 اذا الخيل. نعم. فحصت وعطت 23 معناته كانوا يمشون 24. نعم. فكانوا مثل تيست للخيول الباقي. نعم. الفرق. نعم. المشاركة فلقوا ان فريق البحريني قوي، يعني ممكن يسبب لنا ضغط، فقرروا انهم يستمروا على نفس السرعة وبعدين يرفعون السرعة، وهذا اللي شفناه في اللوب الرابع. نعم. رفع خطوة بخطوة. نعم. الى 26 26 في اوروبا هذه السرعة تعتبر خيال، يعني صعبة صعبة. صعبة. نعم. على الارضية. صحيح. الاوروبية. وانت تحدثني عن الرابع ايضا السرعة تفاجأت فيه ايضا السرعة. انا تفاجأت في السرعة لان بس دل على 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 ان الثقة زادت. نعم. متى ما زادت الثقة انت تقدر تلعب بطريقة احسن او تقدر انك تخطط بطريقة احسن. نعم. لما زادوا السرعة من 22 ل 26 عندك 4 كيلو متر زيادة في معدل السرعة. نعم. هذا يعني في ارضيه مثل ارضيه. صحيح. صحيح. ايطاليا لا اقول لك انا صعبة، وخاصة ان خيولنا جاية من الامارات. نعم. متعودة. نعم. على أرضية الإمارات. نعم. صحيح. لكن قلت لك الخبرة تفرق. اليوم مدربين الإمارات طبعا والمدربين اللي موجودين هني على أعلى مستوى. مستوى. أقوى. نعم. مدربين موجودين في العالم. صحيح. أنا ما أريد أنسى حد لكني أحاول أنا معاك كلهم. طبعا المدرب الموجود اليوم علي المهيري. علي المهيري. علي. نعم. جهوري. علي. علي خلفان الجهوري. علي المهيري. يوسف. يوسف البلوشي. نعم. بلوشي. إسماعيل محمد. إسماعيل محمد وحسن البلوشي. نعم. طبعا هاي المدربين مخضرمين مدربين معروفين على مستوى العالم. نعم. فقدروا يتعاملون مع الأرضية، والدليل على هذا أنهم رفعوا السرعة مع وجود مطر غزير. نعم. أرضية يعني زلقة سليبري. نعم. أرضية حجرية، فقدروا يتعاملون معها وهذا يدل على خبرة. صحيح صحيح. بماي طبعا الآن يعني أنت ما شاء الله بديت ويا فارسات الإمارات وأيضا فتيات الإمارات في المشاركة الخارجية،
طبعا مع مشاركتنا الاولى اغلب كانت المشاركه الاولى ذكر لما كنا في البرتغال ومن ثم اتت فرنسا ومن ثم اتت بريطانيا. كيف شهدت تطور فارسات الامارات؟ خلنا نكون صريحين في الموضوع هذا. في سباق البرتغال أدن البنات سباق ولكن ما كان سباق قوي، ما كنا المنافسة، كان أكثر يتعودن على الأرضية، يتعودن على الأجواء، يتعودن على الغابات. طريقة الركوب تختلف هنا. نعم نعم حتى نعم. حتى في الوضعيات صحيح، صحيح لازم يكون الخيل كنترول أكثر من أنك تركض في 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 في, في مضامير الإمارات. خلص أنا بكمل معك أبو ما يتسامحني على المقاطعة، ولكن سعود الرئيسي جاهزنا في إحدى زوايا القرية الإيطالية للقدرة في فيرونا. تفضل سعود ليك الكلمة. شكرا لك مسعود، بالتأكيد لقاءاتي هنا من قرية فيرونا تستمر معي في هذه الأثناء أيضا المدير الفني لفريق منتخب الإمارات مسلم العامري. مسلم يعطيكم العافية، يمكن تجهيز فريق السيدات اليوم أثمر وشفنا يمكن الأداء المميز لفارساتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تجهيز الفريق فريق كامل. الحين طبعا الفريق متصدر يعني بينه وبين البحرين شيء دقائق يعني ثواني، ولحد الآن ماشيين بخطة طبعا مرسومة من سمو الشيخ منصور بن زايد. المدربين مدربين كفة اللي هو إسماعيل وعلي خلفان ويوسف، والفارسات ماخذت التعليمات من عند المدربين. نعم، كيف جهزتوا الفريق ذهنيا وبدنيا لهذا السباق؟ والله الفارسات طال عمرك شاركهم في عدة سباقات في أوروبا في تحت ضربة بحرين الشيخ منصور، وأكثر من سباق سوى النتائج، والحمد لله الفارسات يعني فارسات يعني عندهم خبرة كافية للسباق هذا. يمكن قبل شوي مسعود سأل ضيفة في الاستديو طبعا عن تطور الفارسات من خلال السباقات اللي كانت في الفترة الماضية البرتغال فرنسا ومرورا بلندن واليوم هنا في فيرونا، شو اللي شهدتوه انتم من الفارسات؟ لا الفارسات طبعا في تحسن وايد، طبعا الفارسات هم فارسات عند الخبره، عندك عفره السويدي وعندك آية وعندك عليا، كلهم فارسات عند الخبره في الامارات، والحمد لله المهريان دعمهم دعم كافي من سمو الشيخ منصور بن زايد، والحمد لله الفارسات عندهم خبره كافيه للسباقات هذه القدره في اوروبا. شو الصعوبات اللي شهدوها اليوم شهدنها الفارسات في سباق اليوم؟ ما في اي صعوبات اعتقد، بس في الارضيه بسبب المطر، ولكن ان شاء الله بيخلصون السباق في مراكز متقدمه ان شاء الله. يمكن البيس كان وصل 26 في المراحل الاربعه الاولى، المرحله الاخيره يمكن قد يضطرن البنات انهن يرفعن السرعه شويه، هل كانت توجيهاتكم انكم ترفعون السرعة في المرحلة الأخيرة؟ لا التوجيهات طبعا عند المدربين، البيس طبعا عندنا احنا السرعة معروفة في دولة الإمارات لازم تكون السرعة المرحلة الأخيرة بتكون أكثر عن 26، تأخذ تعليمات من عند المدربين والسرعة مو مقياس لأن المرحلة الأخيرة بتكون أكثر عن 26 على ما أظن إن شاء الله. خروج شذرة الحجاج في المرحلة السابقة هل شكل ربكة للفريق؟ لا ما أظن ربكة، لأن في عندنا ثلاثة مقدمات وبعد في خيل وراء، إن شاء الله نأخذ الفردي والفرق إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك العافية. الله يوفق. شكرا لكم مسلم. كان معي طبعا مسلم العامري المدير الفني لفريق منتخب الإمارات. الكلمة تعود إليك مجددا في الاستديو مسعود، تفضل. سعود الرئيسي طبعا كان هذا حديث مسلم العامري المدير الفني كابتن منتخب سيدات الإمارات وأيضا مدير اسطبلات الجزيرة واحد واسطبلات جزيرة اثنين. تحدث مسلم العامري عن النقطة اللي تحدثت عنها وعن مفاجأتك بالنسبة للسرعة العالية في المرحلة الرابعة، وأيضا تحدث أن من المتوقع أن لا تزيد السرعة بمايد أو قليلا نوعا ما. يعني شوف الناس الموضوع السرعة ما تزيد، أنا أتوقع أنها بتزيد. تزيد ها؟ بتزيد لأن في شغلة بعد أساس نكون واضحين وكون واضحين وشفافين أكثر. نعم. المنافسة على الـ 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 المركز الأول بعد مهمة. صحيح. يعني الفرق زاد المركز الأول. الحين قلنا ثلاث بنات اللي متصدرات بعد بيحاولن يتنافسن بينهن وبين بعض أساس المركز الأول الذهب. صحيح. إني أخذ أول في الفردي وأخذ أول في الفرق هذا يكون إنجاز، وإنجاز يكون أقوى. فأعتقد أنهم بيحاولون يرفعون السرعة أساس بعدهم بعدين إذا تقدروا يجتازون للمنتخب البحريني أو الفريق البحريني راح يحاولون يرفعون السرعة أكثر عشان يتنافسون بينهم وبين بعض ويقدرون يحصلون المركز الأول والذهب في المسابقتين. نعم بومايد المرحلة الثانية أيضا ما شاء الله عليك كنت على التراك وتابعت تفاصيل هذه المرحلة، تحدثت أن السرعة زادت نوعا ما عن المرحلة الأولى، كيف شهدت وضعية منتخب الإمارات وأيضا تمسكا بالصدارة؟
المرحلة الثانية لا قلت السرعة شوي. قلت السرعة. هي لأنه كان في وقت نزول المطار. وقت نعم نزول نعم المطار نعم بالضبط. نعم نعم. فقلت السرعة كان 23 نزلت لين 22. معناته نزلت تقريبا 1 كيلومتر في الساعة. ما بنقول نزول كبير يعني. كبير نعم. لكن نزول معقول للأمطار. للحذر. 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 للحذر على أساس إن نقدر نكمل. المرحلة الثالثة لا ردوا يرفعون السرعة لين 23.5. المرحلة الحين الرابعة زادوا لين 26.5 معناته يعني ارتفاع كبير وعلى صحيح. فكرة يعني أساس الناس تكون فاهم الموضوع رفع السرعة معناته مجهود أكبر على الحصان لأن الحصان بدأ يتعب المرحلة الأولى لو رفعت السرعة وبعدين نزل الحصان بيكون هذا الشيء طبيعي ولكن الشيء اللي مش طبيعي أن أنا أبدأ بسرعة بسيطة وبعدين أبدأ أزيد فالحصان يكون يعني المجهود يزيد على الحصان يضعف فهذا الشيء اللي أقول لك فيه غريب أو مفاجئ الثقة الثقة طبعاً الثقة تمكنت من المكان تمكنوا من الأرضية هذا الدليل عليهم تمكنوا من المكان تمكنوا من الأرضية تمكنوا من الخيول سيطروا على الخيول اللي حولهم إذا أنت تحب تنافسني امشي بسرعتي إذا مشيت بسرعتي راح خيلك يتعب لأن يبقى خيلك مو بجاهز أنا خيلي أجهز من خيلك على السرعة بالضبط الأرضية أنا تعاملت معها بكفاءة خلاص عرفت الأرضية هاي أنت شد حيلك وحاول تلحقني بمايد أيضاً الغالب هنا يتحدث عن أصعب مرحلة كانت الأولى المسار خصوصا طبعا لأنها 40 كيلومتر أولا وأيضا قوة المسار نفسه لأن قلت لك فيه الأرضية كانت أسفلت بعدها حجرية بعدها طين بعدها أرضية فيها صعدات وفيها نزلات فكانت شوي صعبة وبعدين 40 كيلومتر راح تطوف على أرضية طبعا مختلفة لكن اللوب اللي بعده صار 23 كيلومتر يعني اللوب الثاني كان 23 كيلومتر نعم. يصير الموضوع أقصر وتقريبا أسهل اللوب الثالث كان 20 كيلومتر نعم قدروا يسيطروا عليه بسرعة لكن شوف ما رفعوا فيه سرعة وايد لكن اللوب الرابع 23 كيلومتر نعم سيطروا عليه سيطرة تامة مطلقة وقدروا أنهم يحصلون للحين المركز يعني الأول والثاني والثالث المركز الرابع بحريني يعني المطاردة بالبحرين من المركز الرابع إذن الأول والثاني والثالث ما زال ولكن لكن بعد مع هذا الفرق مش كبير يعني عشان ما نكون إن الفرق بين في 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 الوقت يعني اللابليد الصدارة احنا نحسب الوقت بين الصدارة صحيح. الثاني كم فرق بينه وبين الصدارة الثالث كم بينه وبين الصدارة فنشوف احنا نقدر نحدد الفروقات لقينا ان ما في فرق كثير في الصدارة يعني اعتقد كانت دقيقة بينهم وبين الصدارة يعني المركز الرابع بينه وبين الاول دقيقة فبعد نعم. المنافسة انت في المنافسة نعم انت في المنافسة والمنافسة قوية لكن هالرياضة هاي تكلمنا عنها قبل اخوي مسعود انها فيها مفاجآت فما تطمن إلا بعد ما خيلك يوصل بعد المرحلة الأخيرة ويجتاز الفحص البصري نعم. بعدها نقدر نقول مبروك احنا فزنا نعم. قبل الكلام هذا اعتقد انه بيكون الموضوع مبالغ فيه او نعم. احنا ما نبى نعطي الناس صورة غير اللي حاصلة نعم نعم صحيح صحيح تحدثت قبل ان ننتقل الى زميل السعود الرئيسي ومقابلته مع مسلم العامري عن الثقة التي أتت لفارسات الإمارات طبعا كنا نتكلم عنها طبعا بدا في البرتغال وبدا يتعودا على الظروف وكانت مشاركة للمشاركة على أساس يتعودا ويتعلم أكثر على التركات على الأجواء على الخيل شاركا بعدها على طول في فرنسا نعم في كومبيان وأدى أداء زين بعدها شاركا في بريطانيا وبدا طبعا يتطور واليوم احنا نشوف نتيجه المشاركات والاحتكاكات اللي قبل نشوف اليوم وجودنا على ارض الواقع ونشوف طبعا الموضوع هذا كله في غضون تقريبا شهرين نعم اليوم نشوف ان بنات الامارات تصدرن في السباق في اوروبا معناته ان كان الخطه مدروسه بطريقه صحيحه يعني وطبقا الخطه مثل ما صار مثل ما كان مرسوم لها واليوم نشوف النتيجه وان شاء الله يا رب ان شاء الله اليوم يكون الذهب نصيب الامارات في الفرق والفرد ان شاء الله مشاهدينا الكرام ننتقل الى سعود الرئيسي سعود تفضل لك الكلمه شكرا لك مسعود بالتأكيد لقاءاتي تتواصل هنا في مضمار فيرونا أو في قرية فيرونا للقدرة معي المتسابقين الذين سيمثلون دولة الإمارات ويمثلون أنفسهم غدا في سباق 120 وسباق العمالقة غانم الهاجري وصالح العامري بوذياب حدثنا عن جاهزيتكم لسباق باكر كيف شفتوا المضمار اليوم و شو اللي يعني شو الخطة اللي واضعينها أنتم في ذهنكم عشان سباق باكر؟ شكرا على حضوركم الحمد لله يعني الأجواء اليوم
غير عن اللي شفناها أمس، فعطتنا اليوم تخيل آخر للسباق. المفاجآت أعتقد بدت بسرعة علينا، فأعتقد الأخوان كلهم خذوا بالهم من الأشياء اللي مفروض أنهم وصوا عليها المدربين ووصوا عليها الأخوان، أنها يجب أن تأخذ في الاعتبار في أثناء السباقات اللي مثل هذه، خاصة في أراضي مش متعودين عليها، أراضي أجواء مختلفة، خيولنا مش متعودة عليها، لكن فضل الله سبحانه وتعالى ومدربين كبار وتوجيهاتهم واضحة لهذا السباق. صالح، يمكن البارحة جيتوا وخذتوا لفة في 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 التراك، كان الوضع والطقس متغير عن اليوم. اليوم الأمطار اللي شفناها والأمطار اللي من المتوقع أنها تهطل والعاصفة الممطرة اللي بتكون باكر يمكن غيرت التكتيك اللي كنتوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص البارحة حن كانت عندنا خطة حاطينها وبنمشي عليها، واليوم صراحة تفاجأنا بعد العاصفة اللي جات في قرية فيرونا، خلتنا أن نغير حساباتنا، لأن الأرضية هذه دائما الخيل يعني يبذل جهد أكثر وإصابات، فأحن لازم الحين يعني بوجود المدربين أن نعدل الخطة، وإن شاء الله الله يوفقنا باكر، وإن شاء الله أحن نكون عند حسن الظن إن شاء الله. بوذياب، يمكن الحصان اللي راح تركبه باكر الطوفان. صحيح. شو الطوفان، خبرنا عنه. حصان له تاريخ، له سابق في يعني حقق مراكز طيبة، وإن شاء الله أنه يتوفق في السباق باكر. المدرب يشكر عليه كثير، وإن شاء الله أن الله يوفقنا إن شاء الله، هم أن نكمل وننجح المشاركة هذه اللي يمثل فيها ما نمثل أنفسنا فقط، ولكن مهرجان الشيخ منصور صار معلم، وإحنا جزء من مسؤوليتنا أن نتواجد ونخلق اسم كذلك لهذا المهرجان بتواجده بقدر ما تم دعمه من سمو الشيخ منصور بن زايد في واللي نراه اليوم يعني على أرض الواقع شيء يبهر، وأعتقد محتفل يفتخر فيه بالمشاركة الجميع. الحصان أعتقد إن شاء الله أنه بيكون من الأرقام الصعبة في السباق باكر إن شاء الله. صالح، يمكن الموسم الصيفي تعودنا في السنوات السابقة أن يعني الموسم يخلص شهر 3 خلاص ماشي سباقات قدرة لين شهر 10 بداية الموسم الجديد، لكن في هذا الموسم مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان أتاح الفرصة للفرسان والفارسات الإماراتيات أنهم يواصلون الموسم بشكل مستمر، بحيث أنهم ما يفقدون حساسية ركوب الخيل في فترة التوقف، والعودة للموسم الجديد والسباقات الرسمية اللي في الدولة بشكل قوي أيضا. والله أخوي سعود، الشيخ منصور بن زايد الله يطول عمره أتاح لنا الفرصة أن المشاركة الخارجية واكتساب خبرة سواء من الفرسان الإماراتيين أو الفارسات، والحمد لله إحنا يعني مستعدين للسباق هذا من 3 شهور، وخذنا يمكن 4 سباقات قبل السباق هذا، والسباق هذا جدا مهم في كل عند كل فارس إماراتي، وإن شاء الله إحنا نكون عند حسن الظن، فإن شاء الله إحنا باكر إن شاء الله عندنا تحدي قوي، لأن اختلاف الطقس والتضاريس عامل جدا صعب للفارس الإماراتي، وحن إن شاء الله نكون عند حسن الظن إن شاء الله. إن شاء الله يعطيكم العافية غانم الهاجري وصالح العامري. الكلمة تعود إليك مجددا من سعود في الاستديو، تفضل. شكرا سعود الرئيسي. طبعا كان مع سعود الرئيسي غانم الهاجري وأيضا صالح العامري الفرسان، طبعا اللي سوف يشاركون غدا في السباق المفتوح وأيضا في السباق 80 كيلومتر 1 ستار. كل التوفيق طبعا لفرسان الإمارات، أيضا كل التوفيق لمحمد الجنيبي وأيضا علي الكتبي وأيضا الفارسة أريام وميسة البريكي. طبعا فارسات الإمارات الآن يستعدن للانطلاق للمرحلة 5 والأخيرة، وكل التوفيق. طبعا هذه صور لأعتقد علي الخفاجي في أحد المراحل بمايد، ولا أي عبد الرضا رقم 8 كانت علي الخفاجي. نعم علي، نعم هذه اللي كانت قبلها علي. نعم علي اول وحده بدت عفرة السويدي. عفرة السويدي، نعم نعم. الان بمايد طبعا هذه الفارسة آية، نعم، يستعد للانطلاق المرحلة 5. نعم نعم نعم.
وهذا انطلاق المرحلة الخامسة. نعم انطلاق المرحلة الخامسة طبعا. طبعا احنا اللي قاعدين نشوفها هاي الانطلاق المرحلة الخامسة. صحيح. مثل ما شفنا الترتيب عفرة السويدي هي الأول. نعم. والثانية علي الخفاجي والثالثة آية عبد الله. نعم الآن انطلقت آية. ان شاء الله يستمر لو استمر الترتيب هذا فان شاء الله احنا الاول في الفرق والاول الفرق وفي الفردي. ولكن هناك ايضا تحدث ضغط من قبل المنتخب البحريني سوف تصل النتائج لمعرفه نتائج اول باول ولكن هو الضغط الاكبر على منتخب الامارات. طبعا احنا انا مثل ما قلت لك لا قدر الله اي خروج بالنسبه للفارس من الثلاث هذيلا هاي الفارس البحرينيه اللي هي طبعا المطارده نعم المنطلقه الرابعه نعم نعم المنطلقه الرابعه اللي هي الفارسه ما يحضر لي ما عندي ورقة الحين وما تلاحظ أنها يعني يبدو أنها قاعد تضغط خيلها للحاق برقب الصدارة يعني حتى لو لم يوفقوا على مستوى الفرق يكون الفردي طبعا انت هنا تحاول أنك انت شوف أضعف الإيمان أنك تفوز الفردي بما أن السباق يعنينا احنا هالإمارات أكثر من غيرنا نعم. بما أن هذا السباق سباق الشيخة فاطمة بنت مبارك فإحنا فبنات الإمارات ما يبن الميدالية الذهبية تروح لأي إنسان كان صحيح صحيح لازم تروح للإمارات هم هذا اللي يحاولون يسوونه الذهبية والفرق نعم نعم فالحين في ثلاث بنات متصدرات فإن شاء الله يتمن في الصدارة ويقدرن يتقدم الحين نقدر مني نعرف موضوع طبعا وصلتني النتيجة نعم يا ريت لو بس سرد سريع لنتائج نعم الفرق النتيجة بالنسبة لنتائج الفرق الإمارات مجموع الوقت عندهم 13 ساعة و 28 دقيقة و 4 ثواني نعم فريق البحريني 13 ساعة و 57 دقيقة و 38 ثانية معناته الفرق هني عندنا نص ساعة تقريبا نعم. صار الفرق بيننا بين فريق الإمارات وفريق البحرين نعم. يعني نقدر يعني نقول ان احنا ممكن ناخذ السباق ان شاء الله نتمنى طبعا اذا ما كانت مفاجآت نعم. نعم لا قدر الله ان شاء الله تكون الامارات الذهب باذن الله على مستوى الفردي وايضا على مستوى الفرق ما نعرف المطارده موجوده نعم. مثل ما شفنا الحين الفارس البحريني هي قاعده تطارد الفارسات الاماراتيات الثلاث ونتمنى ان شاء الله ان تكون الصداره اماراتيه نعم بهالنتائج اللي عندك ما المطلوب المنتخب الإماراتي مثل ما قلت لك ما أتمنى أنهم يعني يكسرون بعض كيف أن حين إحنا ضمننا ضمان بلط طبعا أي غلطة بالنسبة للفارس من الفارسات الإمارات راح يرجع منتخب الإمارات ورا يعني النص ساعة هذه ممكن تروح علينا أن نرجع ورا كيف لو فارس من ثلاث فارسات المتصدرات الحين صار عندها أي مشكلة وخيلها استبعد معناته راح يروحون للفارسة الرابعة نعم. الفارسة الرابعة بتكون وراء مراحل فبيصير الفارق الزمني إما شذرة أو عايشة بالضبط عايشة طبعا متقدمة على شذرة نعم. يشوفون وقت عايشة تفرق بينها وبين الصدارة أكثر من الساعة معناته راح نرجع المركز الثاني نعم نعم فما نبغى يصير أي مفاجأة غلط أو أي حساب غلط أو تهور أو أي شيء ما يحمد عقباه في اللوب الأخير مسافته 20 كيلومتر نتمنى أنها تكون بخير وسلامة ونتمنى السلامة قبل التوفيق نتمنى السلام من الجميع والتوفيق بإذن الله نعم 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 طبعا أبو مايد الآن يعني أهمية مثل هذه السباقات بالنسبة نعم أنت تحتاج الاحتكاك وتحتاج أنك تتعود على هذه الأجواء وأيضا تحتاج أيضا بعد كل هالاحتكاك بحكم كدولة الإمارات البطولة للسيدات لكي تبدأ مشوارك للوقوف على المنصات طبعا احنا لو تكلمنا عن الفروسية للرجال احنا طبعا أبطال العالم كذا مرة أبطال العالم في الفرق احنا يعني نقود اللعبة هذه في العالم كله اليوم احنا قاعدين نحط فتاة الإمارات أو بنت الإمارات هي تاخذ دورها اليوم عشان تكون بعد في الصدارة وتمثل دولة الإمارات أحسن تمثيل احنا لما شفنا سباقات القبلية اللي هي سباق في البرتغال وسباق فرنسا وسباق بريطانيا بعض الناس شككت في قدرات
بنات الإمارات، لكن احنا نقولهم لا، هذا كان البروسس، يعني احنا لازم نستعد ونعد فريقنا بطريقة سليمة. توقعت بمايد ان مثلا في هذا السباق انهم يضرب هذه الصورة؟ نعم هذا مستوانا، نعم هذا نعم. مستوانا، ولازم احنا نكون قد، يعني كان كافي 3-4 سباقات بالنسبة للبنات لكي كسر حاجز السباقات الأوروبية. بالضبط، كسر حاجز السباقات الأوروبية، والناس شافوهم في السباقات الأولى انهم ما كانوا يطلبوا سرعات عالية، نعم عشان يتعودن على الأرضية، يتعودن على ومهم كان ان يخلصن سباقات من هالتوستار على اساس ان يتأهلن للسباق هذا. اليوم بكل بساطة بنات الإمارات وهذا هني نافسن، واليوم كلهن في المركز الأول والثاني والثالث. نعم طبعاً مايد الآن نلاحظ يعني كل الوفد الإماراتي المتواجد هنا من الفرسان ومن المساعدين ومن الموجودين هنا أيضاً المدعوين لهذا الحدث، طبعاً كأس سمو الشيخ فاطمة بنت مبارك للفرق للسيدات، وأيضاً كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد، يتوجهون إلى خط النهاية قبل نصف ساعة تقريباً. مايد من المتوقع أن يصل إذا إن شاء الله مشن بما بالمتوقع أن إذا لا تحدث أي مفاجآت خلال نص ساعة يجب أن يصل إلى القرية إن شاء الله. نتمنى من نص ساعة إلى 40 دقيقة أنهم يوصلن البنات للقرية إن شاء الله متصدرات، وإن شاء الله إن شاء الله يكون الذهب من نصيبهم بإذن الله ومن نصيب الإمارات إن شاء الله. لكن الشباب حفزانين، وطبعا الكل وده متحمس، طبعا متحمس لأن إحنا اليوم وصلنا في الرياضة هذه لوضع ما نبي ننزل عنه. نعم صحيح، اليوم إحنا نقود العالم في الرياضة هذه، فما نبي ننزل عن المستوى هذا سواء للرجال أو للسيدات. لكن سيدات الإمارات أثبتنا اليوم أنهن سيدات الرياضة بعد، صحيح سيدات صحيح. في الرياضة هذه وبيقود العالم بإذن الله. طبعا تحت مظلة سمو الشيخ فاطمة بنت مبارك، وهذا الدعم من سمو الشيخ فاطمة بنت مبارك أم الإمارات أم العالم. اليوم قاعد نشوف محدود طبعا، دعم لا محدود ودعم موجه بطريقة صحيحة احنا نبى نسوي اجتياح للمنصات في أوروبا، احنا ما نبى نفوز يعني نقول في سباق ونخلي غيره، لا هو فقط للمشاركة، لا 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 احنا نشارك للمنافسة وتثبت فتاة الإمارات وجودها في الساحة الرياضية، وهذا طبعا كله بفضل الخطط والاستراتيجيات اللي حطتها القيادة من أصحاب السمو القيادة الرشيدة. نعم وطبعا طبعا أهم شيء هو التشريف السليم والتشريف الذي طبعا دائما ما دولة الإمارات تشرف العالم كله في كل المحافل، التواجد المشرف وأيضا السعي لمنصات طبعا. نعم. التواجد المشرف أو المشاركة أو تمثيل المشرف للدولة. نعم. هذا طبعا واجب على كل مواطن، كل من ينتمي لدولة الإمارات، صحيح كل صحيح. مواطن دولة الإمارات، لكن وجودك وتمثل الإمارات بشكل مشرف وأنك تتشرف وتشرف الإمارات بوجودك في المنصة. نعم. ثلاث منصات التتويج. نعم. هذا طبعا وهذا أتوقع أن احنا نقول يا رب إن شاء الله اليوم يكون، وإن شاء الله هذا بيكون وضع طبيعي لفصل الإمارات. صحيح، وطبعا إذا بنتحدث عن المنافسة القوية والحضور القوي وأيضا تشريف دولة الإمارات العربية المتحدة سواء بوجود أو بالمنافسة، خيرة الخيول مشاركة في هذا السباق لو نتحدث يعني مثلا آية عبد الرضا تحت إشراف إسماعيل محمد المدرب إسماعيل، هذا مدرب معروف في الدولة طبعا، إمارم والمدرب إسماعيل محمد مدرب عالمي، ما تكلمت مدرب محلي فقط. صحيح. اليوم عندك المدرب علي الجهوري فارس ومدرب من الطراز الأول أول. نعم يعني أي سباق يتواجد فيه فقط المدرب علي العلي الناس تضربه في حساب. نعم طبعا الناس تبدأ تحسب حسابات ثانية لأن كل شيء راح يختلف، لأنه إذا وجد في مكان يتغير. نفس الشيء عندك المدرب يوسف البلوشي. يوسف البلوشي، يوسف وأحمد هو يعني فارس مخاطر، هو فارس نعم نعم فارس قوي ومدرب قوي. نعم. قوي جدا. فاليوم انت تتكلم عن انضباط عالي طبعا، انضباط غير عادي. نعم عندك. نعم. وجود المدرب علي المهيري. علي المهيري صحيح طبعا، مدرب طبعا محنك وقدير في الدولة طبعا. نعم. وبعدين غني عن التعريف، غني عن التعريف علي. نعم صحيح. مدرب حسن البلوشي. نعم. يعني انت اليوم يتكلم عن يعني ما تقول خيرة مدربين الإمارات فقط، هم خيرة مدربين العالم. نعم نعم صحيح. طبعا ايضا تواجدهم هذا ايضا البنات فارسات الإمارات أيضا بعملهم مع هذا النوع من المدربين، هذا الطراز من المدربين، يعني مثلا بدال ما أنت تطلب الخبرة في سنين
تاخذها في سباق او سباقين. طبعا تاخذها كجرعه مكثفه. صحيح ما شاء الله عليك جرعه مكثفه. نعم 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 نعم. انت اليوم انت تنافس على فكره يعني الفارسات الاوروبيات. الفارسات الاوروبيات باشراف مدرب عالمي. باشراف مدرب 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 لا نقول الفارسات الاوروبيات انت تشارك معاها. انت اوريدي هنا اولا الفارسه الاوروبيه هم عاده ما يكون هي من عائله خيل يعني عائله ناس عندها خيل وتركب خيل ومن صغرها في المجال هذا. لما تي بنت الامارات وتقدر تتغلب على صحيح. على على سيده بنفس الظروف هذه ترى مو بشيء سهل. ولكن طبعًا. ولكن اللي سهل الموضوع نقول اللي خلى الموضوع سهل خبره المدربين. خبرة المدربين مش عادية. خيل نعم. الخيول هذه هي خيول أوروبية أساسا كانت في أوروبا اشتروها المدربين من أوروبا وهي صغيرة ويابوها الإمارات واليوم خلوها أحسن خيول في العالم. ما بالأحسن خيول نتكلم بس في أوروبا وفي الإمارات لا أحسن خيول في العالم. والدليل على هذا أنها تأدي في الإمارات وترجع أوروبا تأدي في أوروبا نعم. وهذا اليوم دليل كافي يعني. نتكلم عن 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 منتخب البحرين نفس الطريقة. كنت بسألك عن المنتخب البحريني. منتخب الإمارات لا منتخب البحرين. منتخب قوي أيضا. شو منتخب فرنسي. منتخب فرنسي بيننا وبينه أكثر من ساعتين ونص. يمكن أكثر. صحيح. فخارج المنافسة تماما. صحيح. اليوم يعني الفارسات العربيات فارسات الإمارات فارسات الخليجيات نعم. اليوم هن مسيطرات على الساحة الرياضية. نعم. الآن نسمع طبعا مشاهدينا الكرام نتابع المرحلة الثانية المرسمة بالأعلام الحمراء لمسافة 25 كيلومتر فاصلة 100 متر. طبعا بمايد يعني يعني سمعنا تونا توجيه المدربين للفارسات سارة يسار أو مثلا عايشة يمين. مهم جدا المسار. دائما ما يعانون فارسات الإمارات في مسارات أوروبا إنهم يضيعن لأن من السهل أنك أنت تضيع في الترك لأن العلامات أو الترسيم يعني شيء بسيط. فأنت لازم تكون منتبه وحذر. وغير كذي قلت لك الفارسات الأوروبيات أنت في أرضهم يعني الفارس الأوروبي قد شاركت في نفس المضمار هذه يمكن قبل 4 أو 5 مرات فهي عارفة المضمار حافظتنا. لكن المدربين اللي صار عندهم قلق لأن عندنا في الإمارات وإحنا تكلمنا عن الموضوع هذا سابقا أن المدرب يكون مع الخيل طول فترة السباق. نعم لكن نعم. في اوروبا ما يقدر يشوف نعم هني نعم. ما يقدر يشوف الا في نقاط معينه فكيلومترات كثيره يعني طبعا هني يوقف في نقطه الووتر بوينت او نقطه الماي نقطه التبريد ويعطي توجيهات يعني ما تتجاوز الثانيتين او 3 ثواني كلمه او كلمتين. نعم ما يبي ياخرها ما وده اللي يخسر وقت. ما يقدر يشوف الخيل لانه ما يقدر يكون معها طول الوقت. صحيح. فيصير اللود او يصير الضغط على الفارسه انها هي لازم تأدي وتسمع الكلمه هذه وتقدر تطبق يعني شيء يكون يعني زيادة الضغط على ضغط السباق. صحيح. بمايد يعني أنا كنت معك في المرحلة الأولى والثانية وأيضا الثالثة يعني لاحظت أن في بعض النقاط تطلبون من الفارسة أن توقف حصانة وتشرب ماي. أهمية هذا الشيء ومرات ما يكون هناك أهمية للوقوف فقط التبريد السريع. هو التبريد السريع هو المطلوب وان المفروض يكون سريع ولكن مرات نظرة المدرب انه يشوف الحصان انه مثلا عنده خلفية عن الحصان هذا مثلا انه محتاج مثلا ماي اكثر من الحصان الثاني. طبعا الخيول كلها مش واحد مثل ما الناس كلهم مو بواحد فالخيل له طبيعة خاصة فالمدرب اكثر واحد فاهم طبيعة خيوله فهو عارف ان الخيل هذا ممكن بعد مثلا 30 كيلو متر يحتاج انه يشرب ماي انه على اساس ما يتعرض للجفاف والجفاف طبعا مشكلة من المشاكل اللي ممكن يعني تؤدي الى استبعاد الخيل من المنافسة فهو عارف بالضبط وأكثر إنسان حافظ الخيل هذا المدرب ماله مش الفارس فعشان كذي المدرب شو ما قال لازم الفارس يطبق بالضبط يعني وقف شرب ماي وقف شرب ماي برد الخيل برد الخيل امشي سرعة الفلانية لازم تمشي سرعة الفلانية غير كذي ممكن تعرض نفسك وتعرض لحظة تعرض نفسك وتعرض الفريق وتعرض الكل للخسارة. صحيح. طبعا مشاهدينا الكرام نتابع الآن الهوائي مباشرة هنا إن شاء الله سوف تكون لحظة يعني النهاية نعم وصول الفارسات من هذه النقطة لي يعني وصول خط النهاية. تحدثنا قبل لحظات أن الوفد الإماراتي كل الوفد الإماراتي الآن عند خط النهاية في انتظار فارسات الإمارات. طبعا تحدث سلطان المرزوقي أن الصدارة حتى الآن إماراتية سواء على المستوى الفردي وأيضا على المستوى الفرق. لا يجب على فارسات الإمارات وأيضا توجيهات بتوجيهات المدرب بأن يمشن يعني يسيرا بنفس البيس أو نفس السرعة المطلوبة وعدم
وعدم المجازفة لكي لا سمح الله يتعرض الخيل إلى أي لا سمح الله أي عرج أو جفاف أو أي شيء قد يؤدي إلى استبعاد الخيل. سعود الرئيسي جائز في أحد أرجاء القرية، تفضل لك الكلمة سعود. شكرا لك مسعود، بالتأكيد أنا متواجد هنا عند خط النهاية، ما عندي لقاءات حاليا، ولكن راح نرصد وصول الفرسان في المرحلة الأخيرة، والتي من المتوقع أن تكون الفارسة عفرة السويدية ممثلة في منتخب الإمارات أن تكون هي الواصلة الأولى لنهاية المرحلة الأخيرة لهذا السباق. طبعا الكل يترقب وصول الفرسان في المرحلة الأخيرة، وبالتأكيد بالرغم من أن الانطلاقة كانت قبل قليل، لكن المعروف في سباقات القدرة بأن المرحلة الأخيرة تكون مرحلة مكوكية ويكون أو تكون السرعة فيها قياسية. إلى حد أو إلى حين وصول الفرسان أو الفارسات إلى خط النهاية سأتركك أو سأترك الكلمة إليك في الاستديو إلى حين وصول أولى الفارسات إلى هذه المنطقة. شكرا سعود، يعطيك العافية على الجهد وتواجدك في كل زوايا القرية لرصد كل كبيرة وصغيرة. طبعا كما تحدثنا الآن الكل في انتظار وصول فارسات الإمارات عند خط النهاية، وتحدث سعود بآخر الأخبار بأن أولى الواصلات إن شاء الله سوف تكون عفرة السويدي، ونتمنى كل التوفيق أيضا لعلياء الخفاجي وأيضا آية عبد الرضا في المزاحمة وأيضا التواجد في المقدمة لكي يكون الذهب بالنصيب منتخب الإمارات على المستوى الفرق وعلى مستوى الفردي. طبعا الفارس علياء الخفاجي برقم 8، المدرب علي خلفان الجهوري، عفراء السويدي طبعا تحت شراف المدرب علي خلفان الجهوري، عفراء السويدي تحت شراف المدرب يوسف البلوشي، آية عبد الرضا تحت شراف المدرب إسماعيل محمد طبعا المدرب المعروف في اسطبلات MRM يوسف البلوشي، في اسطبلات الاتحاد علي الجهوري في اسطبلات الوثبة، وأيضا كل التوفيق لشذراء الحجاج وعائشة الرميثي طبعا تحت شراف المدرب حسن ركان المنصوري، وأيضا كل التوفيق طبعا لعلي المهيري أيضا المشارك في هذا السباق بأربعة خيول، كل التوفيق طبعا لهذا المدرب القدير والمعروف في دولة الإمارات العربية المتحدة. مشاهدينا الكرام، انطلق السباق في تمام الساعة 5:30 في الصباح الباكر، المرحلة الأولى كانت الأجواء جدا جميلة ورائعة، ولكن المرحلة الثانية والثالثة الأمطار كانت فيها غزيرة مما أدى إلى انخفاض السرعة نوعا ما بالنسبة للفارسات، كما تحدث السلطان المرزوقي السرعة خفت إلى كانت في بنهاية المرحلة الثانية الأولى كانت السرعة 23 كيلومتر، معدل السرعة نزلت إلى 22 كيلومتر، وهذا النزول كان طبيعي للأمطار الغزيرة التي هطلت في المرحلة الثانية. طبعا نتابع الآن مشاهدينا الكرام المرحلة الثالثة التي كانت لمسافة 20 كيلومترا من سباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات للقدرة لمسافة 120 كيلومتر. مشاهدينا الكرام كل التوفيق لسيدات الإمارات المشاركات في هذا السباق، لحظات وسوف يصلن فارسات الإمارات كما تحدث السعود الرئيسي عفراء السويدي تحت إشراف المدرب يوسف البلوشي هي في المقدمة. تحدث سلطان المرزوقي أن الضغط القادم من منتخب البحريني كانت رابع المنطلقات فارسة المنتخب البحريني، بما أن الفارسات الثلاث الأوائل انطلقا في المقدمة لا خوف عليهم إذا مشين على نفس الأسلوب ونفس التكتيك الذي رسم طبعا الكابتن مسلم العامري وبالاتفاق مع باقي المدربين بأن يحاول السيطرة على المراكز المتقدمة لكسب السباق على المستوى الفردي وأيضا على المستوى الفرق. سعود الرئيسي وآخر الأخبار عند خط النهاية، تفضل لك الكلمة سعود. شكرا لك مسعود، ما عندي أخبار حتى الآن لوصول الفارسات لخط النهاية، ولكن بالتأكيد قربا الفارسات في الوصول، نتمنى كل التوفيق لمنتخب الإمارات المتمثل بالفارسات اللي هن عفرة السويدي وآية وعليا وأيضا عائشة، ويمكن بنتحدث بشكل آخر مع عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية عن هذا السباق وعن المرحلة الأخيرة. يمكن عدنان حفزانين واقفين عند خط النهاية كلكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، نهني الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على هذه الرياضة وعلى دعم متواصل لرياضة الفروسية وسباقة القدرة في أوروبا اللي بدأت تأخذ المحل العالمي في أوروبا، ونشوف اليوم منتخب الإمارات هو متصدر من المرحلة الأولى الحمد لله، يعني فارسات الإمارات أثبت عند الأوروبيين أن فارس الإماراتية تركب في الصحراء وتركب في الغابات الموجودة في أوروبا اللي كانوا يشككون فيها أن فارس الإمارات صعب عليها المشاركة في أوروبا. الحمد لله شفناهم اليوم متصدرين إلى المرحلة الأخيرة، وأعتقد بيكون فوز لمنتخب الإمارات، ومبروك لكل من ساهم في هذا المنتخب، ومهرجان شيخ منصور كان له فضل أول في تكوين هذا المنتخب. والحمد لله يعني شفنا المسارات، أنا لفيت مسارات أمس مسارات ممتازة، العوائق ما كان في عوائق أي هذا، اليوم المطر ساعد شوي على برودة الجو، لأن أمس كان الجو حار، والتوفيق لكل من ساهم بهذا نجاح هذه البطولة. نعم عدنا، خلينا نتكلم عن البطولة أو عن سباقات القدرة في فترة الصيف اللي من الصعب انك انت تسوي سباقات في دولة الامارات اللي انتم تشرفون عليها بشكل مباشر في من خلال قرية الوثبة. هني في اوروبا استمرارية للموسم اللي ينتهي عندنا في الامارات في شهر 3، في استمرارية شهر 4 وشهر 5 و6 و7 لحد السباق اللي يكون شهر 9 في قبل بداية الموسم القادم، بالتالي يمكن الفرسان الاماراتيين والفارسات ما راح يفقدون حساسية ركوب الخيل والمشاركة في السباقات، فإذا يعني إقامة سباقات قدرة لها أيضا جانب آخر وهو استعداد الفرسان الإماراتيين. نعم، هذه البطولات هي تكملة لمسيرة الموسم عندنا في دولة الإمارات، ونشوف الفرسان اليوم شاركوا وقبل أسبوعين شاركوا جاهزين، ما كان عندهم أي مشكلة لأنهم مستمرين في التدريب، والحمد لله يعني شفت، وهذا يعتبر هي تجربة وتجهيز لبطولة العالم بتكون في شهر 8 في نورماندي في فرنسا. فرسان الإمارات وخيول الإمارات جاهزة لهذه البطولة، ونشوف اليوم الفارسات وفي بكرة فرسان أنهم استعدادهم منافستهم للفرسان الأوروبيين في المراحل الأخيرة هم الأوائل. نعم عدنان، أنا شاكر لك تواجدك معي، ونتمنى إن شاء الله أن فال الفوز يكون من فال ومن نصيب الإمارات واللي طبعا داعمه هذه السباقات بشكل كبير، بالتالي يكتمل أو تكتمل فرحتنا بنجاح المهرجان بفوز من خلال سباق اليوم. الحمد لله يعني دعم المهرجان لسباقة قدرة وسفلات ريس أعطى ثمارة، ونشوف فرساننا الآن ينافسون من أعرق الفرسان العالم موجودين ويحققون نتائج الأوائل في جميع المراحل، والمرحلة الأخيرة بنشوف إن شاء الله والتتويج لفريق الإمارات. يعطيك العافية. شكرا. إذن مسعود، كان هذا حديثي مع عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبو ظبي للفروسية قبيل دخول الفارسات إلى خط النهاية، وبالتأكيد المرحلة الأخيرة كما تعلم ويعلم المشاهدين الكرام بأن دائما ما يكون معترك بين فرسان الصدارة. الكلمة تعود إليك مرة أخرى مسعود ريثما يجد جديد. شكرا سعود الرئيسي، طبعا كل تأكيد أنت متواجد في مكان بإذن الله سبحانه وتعالى، لحظات إن شاء الله سوف ننتقل إليك لرصد آخر الأخبار ووصول فارسات الإمارات بعلم الإمارات إن شاء الله إلى خط النهاية على مستوى الفرق وأيضا على مستوى الفردي. تحدث طبعا دعم لا محدود من أصحاب السمو هذا المهرجان، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يعني مهرجان عالمي، مهرجان داعم كبير لسباقات الخيول العربية الأصيلة. الحديث كان في بداية المهرجان حتى الموسم الخامس وسباقات السرعة، ولكن الآن سباقات القدرة أخذت حيز كبير وكبير جدا في هذا المهرجان، وعدد سباقات كبير هذا الموسم ابتداء من البرتغال ومن ثم فرنسا في سباق كومبيين ومن ثم في بريطانيا، والآن نحن هنا في متواجدين في إيطاليا في هذه القرية الأكثر من رائعة لرصد تفاصيل هذا السباق. قناة أبو ظبي الرياضية كانت متواجدة في كل هذه السباقات، تطور ملحوظ لسيدات الإمارات ومشاركات سيدات الإمارات. حدث السلطان المرزوقي بأن سيدات الإمارات ومشاركة مع أفضل مدربين العالم وأقوى مدربين العالم المتواجدين هنا أمثال إسماعيل والجهوري ويوسف البلوشي، إنما كانت الجرعات الخبرة قوية جدا في السباقات، وشاهدنا ثمار
هذه الخبرة في هذا السباق. مشاهدينا الكرام، تحدث سعود الرئيسي أن عفرة السويدي متواجدة في المقدمة، قد تكون أول الواصلين إن شاء الله إلى القرية ومتوجة إن شاء الله بهذا السباق على المستوى الفردي وأيضا على مستوى الفرق إن شاء الله. كل التوفيق لعلي الخفاجي، أيضا آية عبد الرضا وشذرة الحجاج وعائشة الرميثي. طبعا عائشة الرميثي ما تكون متأخرة نوعا ما عن مجموعة الصدارة، ولكن قد تساعد إذا لا سمح الله تم استبعاد أي من الخيول، هذا ما لا نتمناه. إن شاء الله كل التوفيق للفارسات. المرحلة الأولى تحدثوا بأنها كانت مرحلة صعبة جدا بالنسبة للمسار وكثرة الحجارة في المسار. المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة كانت مفاجئة بالنسبة لفارسات الإمارات وهطول الأمطار الغزيرة وبشكل مستمر يعني طوال المرحلة الثانية، طوال 25 كيلومتر الأمطار لم تتوقف، مما أدى إلى نزول السرعة في المرحلة الثانية نوعا ما. ولكن تحدث سلطان المرزوقي أنه تفاجأ بمثل هذا السباق، بأن دائما ما تكون السرعات تبدأ عالية ومن ثم السرعات تنخفض مرحلة تلو المرحلة، ولكن في هذا السباق السرعة كانت نوعا ما 23، وصلت لمعدل السرعة 22 كيلومتر في المرحلة الثانية بسبب الأمطار الغزيرة، وهذا شيء طبيعي. تحدث سلطان المرزوقي محلل في قنوات أبو ظبي الرياضية لسباقات القدرة، ولكن تفاجأ من ارتفاع السرعة وصول المعدل إلى 26 كيلومتر في المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة طبعا كانت لمسافة 25 كيلومترا مرسمة بالأعلام البرتقالية، علما بأن المرحلة الرابعة أيضا يكون هناك ري إكزام، إعادة فحص بالنسبة للخيول التي اجتازت الفحص البيطري الأول فور وصولهم واجتازوا الفحص البيطري قبل الانطلاق بربع ساعة. يكون هناك ري إكزام بالنسبة للخيول المنطلقة قبل الانطلاق بربع ساعة، وذلك لإعادة تأكيد، لأن كما تحدث محللين قناة أبو ظبي الرياضية في أكثر من استوديو وأيضا عبر برنامج الفارس، بأن مرات الإصابة لا الإصابة أو حالات العرج أو حالات الجفاف أو حالات الإجهاد فور وصول الخيول إلى القرية لا تظهر هناك آثار بالنسبة للإجهاد أو الإصابة بالنسبة للخيل بعد الراحة وقبل الانطلاق. هناك بعض الإجهاد يظهر على الخيل حفاظا على سلامة الخيول، يتم استبعاد الخيول. ولكن الحمد لله رب العالمين، فارسات الإمارات اجتازا الفحص الطبي الثاني الري إكزام، إعادة الفحص قبل الانطلاق بعشر دقائق أو ربع ساعة. كما تحدثنا مشاهدينا الكرام ببداية هذا الاستديو الخاص بقناة أبو ظبي الرياضية، نحن متواجدين هنا في قرية القرية الإيطالية للقدرة في مدينة فيرونا، إحدى ضواحي مدينة فيرونا في إيطاليا. طبعا على مدار اليومين هنا مهرجان وكرنفال بالنسبة للخيول تحت رعاية رئيسية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة لموسمه السادس. مشاهدينا الكرام، ما زال المنتخب الإماراتي سواء الكادر الإماراتي الوفد الإماراتي مع طبعا مراسلنا سعود الرئيسي متواجدين عند خط النهاية في انتظار وصول بطلات الإمارات. هنا طبعا تتم عملية الفحص البيطري بالنسبة للخيول التي قد وصلت الآن منتهية من المرحلة الثالثة أو المرحلة الرابعة، ومن ثم إذا اجتاز طبعا الفحص البيطري طبعا وبعد الفحص البيطري تتم عملية الثروت بالنسبة للخيول لتأكد من سلامة قدام الخيول، ما يكون في عرج ما يكون في أو الليم، ومن ثم تتم الراحة الإجبارية والاستعداد للانطلاق المرحلة التي تليها حسب ما تظهر النتائج. طبعا أول ما تصل يحسب وقتك وقت الراحة، ومن أول ما تدخل طبعا عملية الفحص البيطري تدخل البوابة، عند دخول البوابة يتم حسب الوقت. طبعا أيضا هذه منطقة التبريد بالنسبة للخيول أيضا المشاركة قبل دخول الفحص البيطري. يبدو أن مالك هذا الخيل ينتظر نزول نبض حصانه قبل
دخول عملية الفحص الطبي. مشاهدينا الكرام طبعا الآن نحن في انتظار آخر الأخبار، في انتظار خط النهاية، المنتخب الإماراتي، الكوادر الإماراتية، أيضا سعود الرئيسي متواجد، كاميرا أبوظبي الرياضية تنقل لنا ما قد يجد جديد عند خط النهاية. بومايد أي أرحبك في الاستوديو مرة ثانية سلطان المرزوقي. بومايد أي أخبار حتى الآن؟ اتصالات، مسجات، الأخبار اللي واتساب، أي شيء. الأخبار اللي نسمعها اليوم البنات الإماراتية الثلاث ما زالت متصدرات الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله إن شاء الله الصدارة هذه. والضغط البحريني، الضغط البحريني ما زال لكن في الفرق الضغط البحريني خف، بس مثل ما قلنا نتمنى إن شاء الله أن ثلاث بنات الأولى والثانية والثالثة اللي هي عفرة السويدي وآية عبد الله وعليا الخفاجي تمن إن شاء الله في الصدارة إلين يوصل خط النهائي. جميل. طبعا كما تحدث سلطان المرزوقي سيدات الإمارات في المقدمة والضغط البحريني ما زال مستمر. طبعا سيدات الإمارات متمثلة في علياء الخفاجي، عفراء السويدي، آية عبد الرضا. يعني بماي طبعا احنا ودنا، يعني احنا طماعين، ودنا نفوز في الفردي وفي الفرق، وطبعا واضح ان شاء الله بإذن الله هذا ممكن. ولكن السؤال اذا أتى الضغط البحريني، يعني مثلا المشاركة البحرينية تقول أفوز، إذا أنا خلاص المنتخب مو بقادر أنه ينافس أفوز على مستوى الفردي، فالعمل يقوم بأنك ما تخليه توصل المركز الأول بمايد. شوف موضوع أنه قلت لك المركز الأول المركز الثاني اللي حدده في النهاية الفحص الطبي للخيول كلها. احنا اوكي خط النهاية ممكن تجتاز الاول والثاني والثالث، لكن في النهاية اللي بيطول الفحص الطبي الفاصل الفحص الطبي واللجنة بتقرر بعد الفحص الطبي. اللي صاير الحين قلت لك المتصدرات بنات الامارات، يعني اول ثاني ثالث الفردي اعتقد انه صعب يطلع من الامارات، لكن المفاجآت والرياضة هذه ام المفاجآت، فاحنا ما نستبعد اي شيء ممكن يصير، اي مفاجأة ولا نستعجل بالضبط. لكن منتخب البحرين بالنسبة لخيولهم حتى في الفحص بعد المرحلة الرابعة بدأني تأخرا، في عندهم خيل خاص 11 دقيقة، في خيل خاص 13 دقيقة، نعم، وخيل خاص 17 دقيقة. فعشان كذي احنا الإمارات يعني بدأت تفرق، وتكلمنا عن النص ساعة اللي هي الفرق في مجموع الأوقات اللي تكلمنا عنها. نعم، كيف شهدت ريكفري، يعني إعادة تأهيل، إعادة تأهيل طبعا، أو إعادة الفحص البيطري، فحص نعم البيطري، لا عفوا عن الريكفري، ريكفري تايمينج بالنسبة لخيول الإمارات كيف شهدت؟ مثل ما هو لو شفنا خيول الإمارات مسوي الريكفري مالها ما تغير. ريكفري طبعا على مستوى الرياضة هذا يعني يعتبر شيء يعني مش عادي، يعني مثلا حصان عفرة السويدي، نعم، فأول لوب فحص في دقيقة و29 ثانية، في اللوب الثاني دقيقة و52 ثانية، في اللوب الثالث دقيقة وثانية، في اللوب الرابع دقيقة وثمان ثواني، معناته ان الحصان جاهز 100%. ما شاء الله عليه يوسف، ما شاء الله عليه يوسف، طبعا هذا شغل لعم يوسف، نعم، البلوشي المدرب الكبير يوسف، نعم، البلوشي. اني حق مثلا الخيل الفرس الثاني للفرس اللي راكبتنها علي الخفاجي، علي الخفاجي اكسكلوسيفا، فرس ممتازة طبعا، فرس راكبة في كاس رئيس الدولة، هي مركز خامس ومسوي وايد انجازات، نعم، الفرس هذه فحصة مثلا في اللوب الاول في 57 ثانية، اللوب الثاني دقيقة و26 ثانية، اللوب الثالث دقيقة و13 ثانية، اللوب الرابع دقيقة و35 ثانية، معناته ماشي نفس الشيء كونستنت، يعني متزنة، ما تزيد ما تنقص، يعني مثل ما هي بالضبط. وهذه لعبة علي الجهوري القلب ما شاء الله عليه. طبعا علي الجهوري بعد مثل ما قلنا هو فارس وهو مدرب محنك، نعم، يعني طبعا خبير وريال، يعني له انجازات. لو هنا حق الخيل الثالث، الخيل اللي هو عند عليا عبد الله رضا، آية عبد الرضا، نعم، نعم، تحت الشرف آية اسماعيل محمد، اسماعيل محمد في اللوب الاول فحصت في دقيقه وثلاث ثواني، اللوب الثاني دقيقه و21 ثانيه، اللوب الثالث دقيقه و17 ثانيه، اللوب الثاني دقيقتين و18 ثانيه، معناته نفس الشيء متقارب الفحص جدا من بعض، ما بين الثلاث خيول عمل كتيم مميز بالضبط. الحين لو جينا حق الفريق مثلا الحصان اللي في المركز الرابع، نعم، مثلا الخطوره والضغط، الخطوره والضغط اللي هو الفريق البحريني، في اللوب الاول دقيقه و11 ثانيه، يعتبر جيد ممتاز، ممتاز، نعم، اللوب الثاني دقيقة وعشرين ثانية، ممتاز، ممتاز، اللوب الثالث دقيقة وعشرين ثانية فوق ممتاز. الممتاز اللوب الرابع ثلاث دقائق واربع ثواني، كم تدرب قراءتك ما الذي حدث؟ أيوة. شو اللي صار؟ بدأ يتعب الحصان خلاص، اي بدأ يتعب، عشان كذا أقول لك المطالدة أنا مش خايف منها ولا حاسب حسابها، لكن
الله يسلم الخيول ان شاء الله ما تتعرض لاي نعم. مشكله هذه مفاجآت مفاجآت نعم. العرج مفاجآت الديهايدريشن الميتابوليزم هذه كلها مفاجآت ممكن الواحد يتعرض لها لكن نتمنى ان شاء الله شوف ربعنا وين واقفين يتريون ما شاء الله العالم كلها حفزان وواقفين نعم على خط نعم النهايه ينتظرون بنات الامارات يشرف الامارات اليوم ان شاء الله ويعتلي المنصه ويكون ان شاء الله من نصيب هنا الذهب باذن الله في المركز الاول ان شاء الله في الفردي وان شاء الله المركز الاول في الفرق ومثل ما قلنا ان الفرق هذا يعني بطوله غير مسبوقه وانها اول مره تنظم البطوله هاي من ضمن قبل الاتحاد الدولي طبعا هي كاس غاليه على الجميع هي كاس ام نعم. الشيخه فاطمه بنت مبارك ام الامارات ام الامارات وطبعا بنات الامارات اليوم احنا نقول يومها ان شاء الله وما يتخلن عن 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 البطوله هذه اللي هي بطوله المغرب نعم بمايد بما ان يعني اعتقد الدراجه وصلت اذا يعني يبدو اننا على وصول نعم على مشارف القريه احنا مثل ما نشوف الحين طبعا اذا وصلت الدراجه ان شاء الله يكون هن على مشارف القريه شوف الناس بدات تركض نعم بدا يوصل الاخبار نعم كل حد يخبر يقول لان الموضوع قلت لك انه غابه وانت نعم. انت تتريا ما تقدر تشوف وهذا طبعا الشباب جاهزين بالعلم ان شاء الله انا وصول هذه على وصول هذه عبر السويدي عبر السويدي هي في الصداره الحين وان شاء الله المركز الاول يكون منصب الامارات طبعا عفر السويدي عند المدرب يوسف البلوشي والحصان ما زال نشوف ان الحصان جاي وفارق عن الخيل ما حد لاحقنا ما حد لاحقنا الحين ونتمنى ان شاء الله ان هي خلف الشجره بنشوفها نعم ان شاء الله يجتاز خط النهايه وان شاء الله يجتاز الفحص الطبي باذن الله وتكون الصداره اماراتيه في الفردي ان شاء الله مثل ما نشوف الحين وان شاء الله بعد الفرق باذن الواحد الحين. نعم نعم بمايد بس تنويه لمشاهدينا الكرام طبعا اهل القدره ادرى بهذه الرياضه ولكن بس لمشاهدينا الكرام اللي جديد على هذه الرياضه طبعا في السباقات الربي دائما تكون الدراجه قدام المتصدر لكي عشان نعم عشان ما يضيعون لان نعم ما يضيعون الغابه والغابه صعب انك تمشي فيها لان التركات هي مش مثل ما تخيل الواحد ان الترك واسع وانه واضح لا لا هي تركات مجرد ان يكون الخيل يقدر يمشي فيها فقط يعني نعم وايضا يجتازون المزارع مثل ما نشوف الفارس عفرة سويدي في المركز الحين ان شاء الله يا المركز الاول ورايحه متجهه لخط النهايه وباذن الله يكون ذهب اليوم من نصيب الامارات في سباق ام الامارات ان شاء الله الشيخه فاطمه كيف نعم نعم هذه الفارس عفرة عفرة سويدي نعم عفرة نعم. سويدي بمايد كيف يعني قراءتك فقط يعني عبر الشاشه لحاله الحصان والله الشيء الواضح الناس قاعده تشوف الحين الحصان جاي يركض نعم. بكل طاقته ما عنده ما نحس فيه اي تعب الحصان مركز ممكن نشوف الحصان كيف مركز نعم. طبعا ذنيه كلها متجهه للامام معناته الحصان مركز اذا كانت الامام نعم. مركز نعم. اذا الحصان تعب يبين ذنيه يعني يرجع على وراء نعم. 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 شوف نعم. الحصان بكل فخر وهذه بنت الامارات ترفع علم الامارات نعم. في سباق ام الامارات ان شاء الله اليوم الذهب يكون نعم. الامارات ويفرحون فيها ان شاء الله كل شعب الامارات ان شاء الله ان شاء الله الآن يعني يا ريت بس نرتاح أكثر ونشوف آية أو علية إن شاء الله يا رب إن شاء الله بإذن الله لأن قلت لك الثلاثة طبعا هذه عفرة اليوم أنا ما أقدر أتكلم طبعا اليوم ما عفرة طوب خط النهاية نعم 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 وهذه نعم بنت نعم الإمارات اليوم نشوفها ترفع علم الإمارات نعم في سباق نعم الإمارات في إيطاليا وهذا دليل على ان بنت الامارات تقدر تمثل الامارات مثلها مثل الرجال في السباقات القويه نعم وهذا نعم دليل واضح وطبعا ان شاء الله يطلعون الفحص الطبي وانا يعني من مكاني هذا اشكر المدرب يوسف البلوشي على هذا انجاز طبعا انجاز غير مسبوق غير مسبوق نعم نعم انجاز نعم جديد نعم في سباق ام الامارات في ايطاليا بطوله العالم للسيدات اتامل ان شاء الله ان شاء الله ويكون نعم فالنا الذهب باذن الله نعم ننتقل سريعا مشاهدينا الكرام الى سعود الرئيسي سعود تفضل لك الكلمه نعم سعود الرئيسي سوف نعاود العودة إليك مرة أخرى هناك عند خط النهاية يبدو أن هناك خلل فني طبعا مشاهدينا الكرام عفراء السويدي أولى الواصلات إلى القرية بختام المرحلة الخامسة مقدما حتى الآن مشاهدينا الكرام تحدث السلطان المرزوقي بأن حالة الخيل مبشرة إن شاء الله يعني عفراء السويدي أولى الواصلات للقرية وبيدها علم الإمارات ألف ألف مبروك للإمارات
دقائق حتى الآن مشاهدينا الكرام وصول عفرة السويدي، ويعطي ألف ألف عافية يوسف البلوش على الأداء الأكثر من رائع. عفرة السويدي أولى الواصلات للقرية في سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرق للقدرة للسيدات، لفرق السيدات لمسافة 120 كيلومتر. عفرة السويدي أولى الواصلات للقرية مشاهدينا الكرام. طبعا أبو مايد، لو عفرة السويدي وأقرب الملاحقين لها كم كان الفرق؟ تحدث. كان الفرق ثواني بالضبط، يعني أقدر أعطيك إياه بالضبط. نعم. الفرق كان بينها مثلا بين عفرة السويدي وبين علي الخفاجي كان 11 ثانية، ولكن يبدو الحين وبينها وبين وصول بمايد وصول آية، هذا وصول آية وأيضا آية البحرينية معها طبعا البحرينية في المركز الثاني. الآن تتضح لنا الصورة من في المركز الثاني طبعا، وما نقدر نحدد الكلام هذا قلت لك إلا بعد الفحص، بعد الفحص لكن بإذن الله إن شاء الله يكون. نعم بمايد، إذا إذا, إذا 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 طبعا وصول الآن لا وصول علياء الخفاجي، علياء الخفاجي آية عبد الرضا، عفوا آية عبد الرضا، نعم 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 آية عبد الرضا تصل يعني الآن بمايد، يعني فرضا حتى لو كانت البحرينية في المركز الثاني بوصول، يعني لنقول فرضا أن البحرينية كانت في المركز الثاني، البحرينية كانت الفارس البحريني كانت تسبق آية بخطوات، إذا كانت مثلا آية عبد الرضا في المركز الثاني وأيضا علياء الخفاجي في المركز الثالث إن شاء الله وصلت الآن على مستوى الفرق وبعد الفحص الطبي على مستوى فرق يكون منتخب الإماراتي هو الفائز. طبعاً طبعاً نعم. طبعاً إحنا مثل ما قلنا المركز الأول، المركز الثاني، المركز الرابع مثلاً لو كان الإمارات. أول ثالث رابع قلنا مثلاً. نعم نكون الأول وبفارق زمني كبير. فارق زمني كبير. لكن ما نقدر قلت لك حد. الآن يجب أن ننتظر علي الخفاجي. طبعاً إحنا نتريع علي الخفاجي وهذا شيء مهم إنها علي الخفاجي تجتاز الخط النهائي بإذن الله، وإن حصانه يجتاز. فحص الطبي طبعاً. يجتاز الفحص الطبي. نعم. وعشان أنا ما أبى اقول كلام الحين وقت فرحه يعني، لكن ضروري اجتياز الفحص النهائي للخيل. احنا ما نقول الخيل وصل خط النهايه معناته انتهى الموضوع. نعم لا نعم لا، حصان وصل خط النهايه معناته هو اول يعني من نجتاز المراحل بنجاح، ولكن اهم عقبه تصادف الخيل والفارس اللي هو الفحص النهائي للحصان. نعم. شاهدت حصان آية عبد الرضا. نعم. كيف كانت حاله الخيل؟ لا حصان حالته ممتازه، والحصان ما يبين عليه اي تعب، وان شاء الله نتوقع ان ما اعتقد عندنا مشاكل في الميتابوليزم باذن الله، يطوف من مركب موضوع العرج باذن الله ان شاء الله يكون الذهب للامارات، بس من تريا الفارسة علياء الخفاجي. نعم طبعا احنا كان حديثنا الان قبل الفحص البيطري، ولكن يعني طبعا نسلم الامر للفحص البيطري هذا لابد منه، لان بنتحدث عن فحص البيطري وبنتحدث عن مراكز سيدات الامارات، ولكن ننتقل الى سعود الرئيسي مره اخرى. تفضل سعود. شكرا لك مسعود، بالتأكيد أبارك لكم في البداية وأبارك لشعب الإمارات وأبارك لكل محبي رياضة القدرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بفوز منتخب الإمارات بالمركزين الأول والثالث، متمثلا بفوز عفرة السويدي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني طبعا جاء من نصيب منتخب البحريني، والمركز الثالث جاء من نصيب الفارس الإماراتية أيضا آية عبد الرضا. بانتظار مثل ما ذكرت في الاستديو علياء الخفاجي للوصول واكتمال الفرحة، وبالتالي ضمان المركز الأول على مستوى الفرق. يمكن مسعود شفنا فارق دخول الفارسات كان بين المركز الثاني والثالث فارق أجزاء من الثانية، ولكن المركز الأول عفرة السويدي قدرت أنها تحسم المركز الأول بانتظار طبعا الفحص الطبي اللي راح يرجح كفة منتخب الإمارات بإذن الله، بعد ما شفنا حالة الخيول ووصول الخيول إلى منطقة خط النهاية كان يعني حالتهم كانت تبشر حسب أراء الخبراء اللي موجودين هنا حولي في خط النهاية. الكلمة تعود إليك مرة أخرى بانتظار المزيد هنا في خط النهاية. تفضل مسعود. شكرا لك سعود، وشكرا لآخر الأخبار، وطبعا أنت متواجد عند خط النهاية ونحن هنا في الاستديو طبعا على أعصابنا في انتظار النتائج. ما قصر سعود، يأتينا بنتائج أول بأول. سعود يقول يبدو أن عليا، هل هذا إعادة للفارس؟ نعم إعادة للفارس. نعم. الفارس البحريني كانت هي وصلت في المركز الثاني. جميل أيضا بماي نتكلم عن رياضة الفروسية، أن كل الفرق كل المنتخبات شوفهم جروب واحد سوالف سواء طبعًا قبل طبعًا السباق طبعًا. بعد شوف السباق شوف هذا تنافس شريف. نعم. اختلاف الرأي لا يفسد ود قضية. أنا ودي أسبك لكني ما أكرهك.
أنا من حقي أفوز طبعا عليك. من حقي أفوز عليك ومن حقي تفوز علي نعم وهذا ميدان منافسة في مجال الخيل ولكن الأخلاق الرياضية والروح نعم الرياضية نعم هي في النهاية تحكم كل لاعب خصوصا في رياضة الفروسية هناك بشكل. يعني في الرياضة نبيلة وأهلها ناس نبلاء يعني نعم صحيح 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 بومايد الحين احنا كنا نتحدث عن تحدث سعود الرئيسي أن حالة الخيول بالنسبة للمدربين يعني طبعا تعرف يعني احنا عدد كبير ما شاء الله المدربين متواجدين لتقديم كل الدعم اللازم لفارسات الامارات وايضا المشاركه الاماراتيه الحديث بان الحاله جيده ممتازه بالنسبه للخيول الامارات يعني طبعا حصان يوسف وايضا فرس اعتقد فرس علي لا عفوا مش فرس علي حصان عفرة وايضا حصان اي عبد الرحمن اي عبد الرحمن مثل ما شفنا حتى قدر لي خط النهايه الخيول باين انها ما عندها مشاكل في الميتابوليزم شو تتكلم عن الميتابوليزم او عشان فهم الناس نعم يا ريت الوظائف الحيويه للانسان للحيوان للحصان الوظائف الحيويه طبعا هي من قلب من حركه الامعاء من الجفاف من حاله هاي كلها تعتبر يعني يسموها الميتابوليزم نعم ايوه الميتابوليزم هذا لازم يكون في الخيل مش تحت معدل يعني ما تكون منخفضه عند الخيل لازم يكون الخيل قريب يعني اقرب للطبيعي فيبين من وجود الخيل في على خط النهاية مثل ما شفناهن أن الخيول الميتابوليزم عندهن كان يعني ممتاز لكن ما نقدر نشوف موضوع العرج إلا بعد ما يمر على اللجنة طبعا اللجنة في النهاية ما يفحص دكتور بروحه يفحصون ثلاث دكاترة مع بعض نعم. هم اللي يقدرون يحددون إذا الخيل كان في عرج أو 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 ونتمنى إن شاء الله ما الخيول كلها إن شاء الله تطوف بسلامة بإذن الله نعم طبعا بومايد الآن يبدو أن انطلاقة عليا كانت متأخرة بدقائق كثيرة عن أولى المنطلقات لا طبعا عليا انطلقت بعد علي الخفاج 11 ثانية بينها وبين كانت هي المركز الثاني 11 ثانية بينها وبين عفر السويد اللي في المركز الأول نعم نعم, نعم. فذاك لكن أعتقد أن الحصان ممكن أجهد أو هافا ممكن المدرب يكون معاها شاف الحصان انه بدل الجهات فما يبي يضيع مجهود الفريق فقالها لا مثلا الاخر يمسك الخيل نعم خلي نعم يوصل نعم من المهم انه يوصل مرتاح حتى لو المركز الرابع حتى لو المركز الخامس نعم هنا حتى تيمورك. في المركز العشرين فاحنا بعدنا نعم هني 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 تيم ورك صحيح هني تيم ورك طبعا صحيح هني صحيح, طبعا صحيح حاول انه ما يضغط ممكن المدرب انه حاول ما يضغط على الحصان على اساس انه يقدر يوصل ويقدر يؤدي الفحص البيطري على اساس انه يكون سبورت لبطوله الفرق نعم طبعا مشاهدينا الكرام عفرة السويدي برقم 22 تحت اشراف المدرب يوسف البلوشي اولى الواصلات للقريه ومن ثم كانت وصول الفارسه البحرينيه آية عبد الرضا رقمها 11 تحت إشراف المدرب إسماعيل محمد كانت ثالث الواصلين للقرية علي الخفاجي برقم 8 تحت إشراف المدرب علي الجهوري هنا في انتظار وصول علي الخفاجي شذر الحجاج برقم 9 تحت إشراف المدرب حسن ركان عشر رميثي برقم 4 تحت إشراف المدرب أيضا حسن ركان بانتظار وصول للقرية طبعا نحن الآن في انتظار وصول علياء الخفاجي للقرية كما تحدث سلطان المرزوقي بأن كان بينه وبين أول المنطلقين 11 ثانية إن شاء الله بتوصل القرية في لحظات طبعا زميل سعود الرئيسي متواجد عند خط النهاية ليأتينا بآخر الأخبار وأيضا كل التوفيق أيضا المدرب علي المهيري والخيول المشاركة في هذا السباق بومايد بوصول الفارسة البحرينية كيف شهد كونديشن الحصان البحريني طبعا الفارسة البحرينية اللي وصلت في المركز الثاني هي الفارسة الشيخة نجلة بنت سلمان الخليفة نعم طبعا شفت ان الحصان بعد واصل بكونديشن ممتاز اعتقد ان الحصان كان منافس ما نسى ان الحصان كان يطارد من البدايه والحصان الى النهايه قدر يوصل المركز الثاني فهو حصان مش عادي صحيح. مثل ما شفنا فحصه صح انه اخر في الفحص في المرحله الرابعه نعم لكن ثلاث دقائق لكن قدرنا يفحص وقدرنا يطارد الخيل ويلحق يعني طلع من المركز الرابع ووصل المركز الثاني نعم. معناته الحصان جدا نعم ممتاز اتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع ان شاء الله طبعا مشاهدينا الكرام عليا عفوا عفرة السويدي اولى الواصلات للقريه عفرة السويدي اولى الواصلات للقريه بختام المرحله الخامسه طبعا الان عندك طبعا لكل مدرب تقريبا ما بين 40 دقيقه لفحص حصانه ويستطيع ان يفحص الحصان لمره واحده فقط عفرة السويدي اولى الواصلات مشاهدينا الكرام للقريه
أما شيخة نجلاء الخليفة ممثلة منتخب البحرين كانت ثاني الواصلات للقرية. وتحدث سلطان المرزوقي بأن حصان الشيخة نجلاء الخليفة التي تمثل منتخب البحرين أيضا من الخيول القوية والمشاركة، والمنتخب البحريني مشاركته قوية في هذا السباق. وطبعا معروف منتخب البحرين أيضا في سباقات القدرة ومشاركاته الخارجية. طبعا كل التوفيق للمنتخب البحريني أيضا في هذا السباق. شيخة نجلاء الخليفة ثاني الواصلات للقرية. مشاهدينا الكرام، آية عبد الرضا كانت ثالث الواصلين للقرية وثاني فارسة. طبعا الفارسات من فارسات المقدمة، ثلاث فارسات في المقدمة كان عفراء السويدي، آية عبد الرضا، علياء الخفاجي. عفراء السويدي وصلت للقرية مشاهدينا الكرام، آية عبد الرضا ما زالت في ال علياء الخفاجي ما زالت مستمرة في المرحلة الخامسة إن شاء الله هي على وصول. آية عبد الرضا ثاني ثالث الواصلين، طبعا الثاني بالنسبة للمنتخب الإماراتي. مشاهدينا الكرام، عفراء السويدي طبعا تحت إشراف المدرب يوسف البلوشي، آية عبد الرضا تحت إشراف إسماعيل محمد، إسماعيل محمد مدرب المعروف طبعا في اسطبلات الMRM. يوسف البلوشي تحت طبعا يشرف على تدريب الحصان اللي تقودها عفراء السويدي في هذا السباق. كل التوفيق طبعا لفارسات الإمارات، كل التوفيق للمشاركين، أيضا كل التوفيق للمنتخب البحريني المنافس القوي. حتى الآن مشاهدينا الكرام بوصول الفارسات، النتائج تدل على أن إن شاء الله إن شاء الله الذهب من نصيب منتخب الإمارات سواء على المستوى الفردي حتى الآن، ولكن نحن في انتظار وصول علياء الخفاجي. طبعا علي الخفاجي تحت اشراف المدرب علي الجهوري، المدرب المعروف في صبلات الوثب، المدرب المعروف في دولة الامارات العربية المتحدة. مشاهدينا الكرام، هنا طبعا من الصباح الباكر من الخامسة والنصف لنقل هذا السباق، ونحن على هواي مباشرة من الثاني عشر بتوقيت إيطاليا لنقل كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات للقدرة لمسافة 120 كيلومتر. مشاهدينا الكرام، نترككم مع الصور الآن حتى تصل لنا آخر الأخبار.
تحية مجددة مشاهدينا الكرام في تغطيتنا المستمرة والحية والمباشرة هنا من مدينة فيرونا، احدى ضواحي مدينة فيرونا في القرية الإيطالية للقدرة في إيطاليا مشاهدينا الكرام، وذلك لتغطيتنا لهذا المهرجان على مدار يومين هنا في فيرونا تحت رعاية رئيسية من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. سوف نقوم بتغطية 4 سباقات على الهواء مباشرة اليوم مشاهدينا الكرام من في تمام الساعة 12 بتوقيت إيطاليا، طبعا في الساعة 2 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن في تغطية كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات للقدرة لمسافة 120 كيلومترا. نسمع تصفيق بومايد. نعم، الخيل الأول أعتقد أنه سوى التروت اللي هو طبعا فحص العرج، أعتقد أنه طاف فحص العرج، فالناس عادة ما تصفق في نعم الحال. نعم 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 نعم، وإن شاء الله إن شاء الله يكون طاف، إن شاء الله نسمع الإعلان الرسمي بإذن نعم الله. نعم، إن شاء الله نسمع الإعلان الرسمي. نعم، الآن طبعا نتابع لفحص إحدى الخيول في منطقة الفحص البيطري. أعتقد هذا الخيل الفائز بإذن الله، بس مش واضح عندنا الصورة. طبعا هاي منطقة الفحص البيطري. نعم، الجمهور اللي قاعد يشوف ورا الشاشة، هذا مكان الفحص البيطري طبعا، ومثل ما نشوف عدد الدكاترة اللي موجودين، طبعا 3 دكاترة يفحصون الحصان فحص غير عادي، يعني فحص من كل المراحل وفقط المرحلة الأخيرة. المرحلة الأخيرة يزيد طبعا التركيز، الاهتمام والتركيز تطلع الفارق، لأن العدالة مطلوبة أن الحصان يوصل لازم يكون في أحسن الأحوال. صحيح صحيح، عشان كذي مثل ما نشوف كيف الفحص، هذا الحصان الفائز طبعا وهذا الفحص النهائي. فحص النهائي طبعا. نعم، بنشوف هني الحين النتيجة، إذا قالهم مبروك احنا في الانتظار. نعم، في انتظار ان شاء الله. مبروك فازت فعلا. نعم، فعلا يلا مبروك فعلاً. مبروك للامارات، وهذه بنت الامارات احلى فوز. والذهب للفارس عفرة السويدي من دولة الامارات العربية المتحدة، على والمدرب طبعا يوسف البلوشي، نهنيهم ونهني ام الامارات بانجاز جديد من بنات الامارات. نعم طبعا، اكيد سعود الرئيسي بيتواجد الان وبيجري اللقاءات بالنسبه للمركز الاول. إذن بومايد ولله الحمد كسبنا المركز الأول على مستوى الفردي. نعم، بفوز عفرة السويدي. نعم، إن شاء الله البشارة تكمل أيضا ضمان آية عبد الرضا في المركز الثالث. الآن آخر الأخبار، علي الخفاجي متأخرة، وماذا قد يحدث والقراءة القادمة لكسب وأيضا الحسابات اللي قمتم بها في هذه الفترة. طبعا احنا نعتذر مشاهدينا الكرام، طبعا كانت هناك حسابات بين مدربين الوفد المتواجد هنا في إيطاليا لضمان كسب على صعيد الفرق. طبعا هو الأهم طبعا. طبعا طبعا الحين احنا طبعا نبارك للفارس عفرة السويدي المركز الأول للذهب الإمارات، والمدرب يوسف البلوشي نهنيه ابو احمد على الانجاز. طبعا هو على صاحب الانجاز رائع، هذا انجاز. نعم، يعني بالنسبة ليوسف يضاف الانجازات. نعم، السابقة، وعلى الحصان اللي هو درفتر، حصان ما شاء الله استرالي، حصان معروف أدى في الإمارات لعدة مراكز. نبارك لليوم الفوز هذا. أما بالنسبة لبطولة الفرق، وهي طبعا البطولة الأهم. نعم، أن احنا نفوز في الفرق اليوم. الفرق وضح للحين احنا أول وثالث للحين. أول طبعا في انتظار، طبعا أيوة في انتظار آية عبد الرضا. نعم، رقم 11. نعم، آية الحين طبعا بتفحص لأنها وصلت للمركز الثالث. نعم، بالنسبة للحصان الثالث للفريق الإماراتي، طبعا الفرس كانت اسمها اكسكلوسيفا عند المدرب علي خلفان. مثل ما تكلمنا من ساعة أن المدرب يعني قرر أنه يبطئ من الفرس، ممكن شاف أنه يباها توصل عشان تسوي دعم للفريق، وهذه أنا اعتبرها تضحية من المدرب. نعم، صحيح، عشان يقدر يساعد الفريق وإن شاء الله توصل. ومثل ما سمعنا الأخبار إن شاء الله قريب توصل بإذن الله، لكن خافين البيس جدا لأن ما في وراهم حد مطارد، يعني ما عندهم حد يطاردهم، ماخذين راحتهم، يبون يوصلون، يبون الذهب. نعم، اليوم الإمارات تبى الذهب. نعم، فالشباب والفارسات والمدربين يعني مجتمعين ومصرين على أنهم يأخذوا الذهب. نعم، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله إن شاء الله. بالنسبة لعائشة الرميثي، بالنسبة لعائشة الرميثي طبعا هي تعتبر بين الفريق، هي تعتبر المركز الرابع، أو هي الريزيرف أو السبورت، أو اللي يعني اللي هي جاهزة إن في كما حالة تحدث الأنكر. نعم نعم، الأنكر اللي هي جاهزة في حالة أن نطلب منها حصانها. عندها فرس طبعا، فرس فحصت ما شاء الله، فحصها كان كويس، فحصها وايد زين. الحين طبعا في اللوب الأخير، متى ما طلبوا منها إذا صار أي إمرجنسي أي شيء اللي كنا يعني خارج الحسبان، بيطلبون منها انها تحرك، فهي عندها استعداد انها تحرك ان شاء الله وتلحق.
متى ما اتت الاوامر. نعم متى ما اتت الاوامر ان خلاص الحقي راح ان شاء الله راح تلحق. واذا لحقت بتكون هي الفارسه تعتبر بتكون الثالثه للمنتخب. وفي النهايه ان شاء الله قلت مجموع النقاط المنتخب. قلت لك نعم. عيال وبنات الامارات اليوم مصرين على الذهب لخاطر عيون ام الامارات. نعم لخاطر عيون ام الامارات ام العالم سمو الشيخه فاطمه بنت مبارك. سعود الرئيسي والكلمه تنتقل اليك وما جد جديد. تفضل سعود. شكرا لك مسعود. بالتأكيد قبل قليل شاهدنا نتيجة الفحص الطبي بالنسبة للحصان دريبتر الذي استطاع أن يفوز عبر الفارسة عفرة السويدي بالمركز الأول في سباق اليوم، والحمد لله النتيجة تكللت بالنجاح وفوز الإمارات حتى الآن بالمركز الأول على مستوى الفردي، والذي من خلاله سيكون التأثير للفوز على المستوى الجماعي إن شاء الله. آية عبد الرضا راح يدخلون حصانها أيضا بعد قليل في منطقة الفحص الطبي، وإن شاء الله راح تكون النتيجة إيجابية. معي يوسف البلوشي مدرب درفتر ومدرب الفارسة عفرة السويدي. يوسف ألف ألف مبروك. الله يبارك يا أخوي. الحمد لله على هذا الإنجاز، إنجاز يشرف دولة الإمارات، ودولة الإمارات مش غريبة على الإنجازات، احنا تعودنا على هذه وإن شاء الله نكون قد كل مهمة. شكلك يوسف يعني يوحي بأن السباق كان متعب جدا، يعني إذا أنت مدرب متأثر بوضعية الأرضية وهذا، فما بالك الفرسة أو الفارسات عفوا والخيول. شوف هو أول شيء هذا السباق اختبار حق الفارسات برا الدولة، فارسات الإمارات، والحمد لله اليوم كانوا جديرات. أنت لو لاحظت يمكن إحنا كمدربين عادة نشوف السرعة كيف، فسباق اليوم على فكرة يعني توقيت عالمي بالنسبة للدول الأوروبية، يعني كسروا تايم بوقت كبير مش شيء بسيط يعني، فهذا ما جاء من تعب إلا جهد الفارسات وجهود كل العاملين في الخيل، والحمد لله يعني توجيهات سيدي سمو الشيخ منصور أن احنا نحافظ على المنتخب ونكون المنتخب في المقدمة والخطة مشت على كيف مرسمها. يوسف كان في بالأمس قبل السباق كان في تخوف من أرضية التراك، اليوم بعد الأمطار صار في تخوف أكثر أكيد. صحيح، تعرف التراك الأوروبي احنا كمدربين ما نعرف شو اللي يسوي داخل القرية، لأن الحين الفارس أو الفارسات ما نلاقيهم إلا في نقطة المتابعة هذه. طبعاً في المرحلة يمكن إحنا نشوف الخيل حوالي دقيقة يمكن أربع مرات، فشو اللي يسوي داخل إحنا ما نعرف، لكن إحنا قبل السباق مرينا على المراحل، كانت مراحل جداً يعني صعبة على الخيول، لأن الخيول تعرف رايحة سرعة عالية والأرضية ما كانت مهيئة حق السرعة العالية، لكن الحمد لله كل شيء بشع على ما يرام. نعم درفتر بطل أكيد وله يعني تاريخ يشفع لأنه يكون اليوم بطل أيضا في السباق، خبرنا عن تاريخه. درفتر أول شيء حصان يمكن أول مشاركة له حصل على المركز الخامس، وبعدين بدأ يطور الحصان حصل على المركز الثالث، وآخر مركز حصل على المركز الثاني، واليوم الحمد لله الأول. إحنا متفائلين فيه الحصان، كان يمكن هو موسم كامل ما شارك، كان فيه إصابة، لكن رجع الحمد لله وبيض ويها وكان عند حسن التوقع اللي توقعنا عليه. بالنسبة للخيول الثانية يعني شو توقعاتك وشو رؤيتك كانت للخيول الثانية؟ هل يعني توحي بأنها راح تتعدل الفحص الطبي؟ خلنا نتكلم عن خيل آية. أتوقع أن خيول الإمارات كلها بتعدي إن شاء الله. إحنا خذينا اليوم أخذينا الفردي وبناخذ المنتخب. خيول الإمارات تعرف الحين عندنا المنتخب ولا خيل الحين ظهر برا، فعندنا خيل في المقدمة وخيل ثالث وخيل رابع، فأتوقع أن إن شاء الله بتكون الاثنين للإنفيدوال والتيم إن شاء الله بالتوفيق. شكرا شكرا شكرا, شكراً. إذن مسعود كان هذا حديثي مع يوسف البلوشي مدرب الحصان درفتر والفارسة عفرة السويدي الذين استطاعوا أن يفوزوا ويظهروا بالمركز الأول على المستوى الفردي، والذي قد يؤثر على المستوى الجماعي بحكم أن المركز الأول له مجموع من النقاط. يمكن من خلال الاستديو تقدرون تتكلمون صحيح عن النقاط وكيفية احتسابها من خلال الفائزين في المراكز الأولى. الكلمة تعود إليك مرة أخرى مسعود، تفضل. شكرا سعود، ألف ألف مبروك ليوسف البلوشي، ألف ألف مبروك لدولة الإمارات، وأيضا ألف ألف مبروك لعفرة السويدي هذا الإنجاز. تحدث يوسف قال أن نعم يعني فحوى حديثة أو ما يحاول يوصل له أن احنا متعودين على المراكز المتقدمة، يقصد أن المسؤولية كبيرة، كل سباق نشارك فيه مطلوب منا تحقيق مراكز متقدمة.
هذا ما في شك، احنا يا نكون او لا نكون عادة في, نعم في سباقات نعم كثيرة. احنا يمكن يعني ما اخذنا بعض السباقات اللي كانت تطلع منا، لان احنا كنا يا ان ناخذ الاول، يا عودونا قادتنا على هذا، يا الاول يا لا نعم تشارك احسن. نعم، وايضا تحدث طبعا نتابع الان مشاهدينا الكرام طبعا الحصان اللي نعم وصل المركز الثاني. نعم، حصان اللي هو منتخب البحرين اللي كانت على ظهر نعم الشيخ نجلاء الخليفة. نعم نعم، هذا الحصان واتوقع على حسب ما اشوف الحين تروت الحصان. نعم، كيف شفت الثروت بمويد؟ بين ان الحصان يعني خبب، شوف بين الحصان سليم، ما في اي مشكله، حصان عطي تروت زين، ميتابوليزم ماله بين زين ان شاء الله. اعتقد ان الحصان، اعتقد انه طايف الحصان. ما نعم طايف الحصان. طبعا بمويد الان احنا في انتظار طبعا نشاهد طبعا حصان آية عبد الرضا للمدرب اسماعيل محمد، وعملية الثروت وعملية الفحص الطبي لكي نطمئن بنسبة 70-80% بأننا مسيطرين على أيضا على مستوى المنتخب للفوز بالذهب في كأس أم الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات للقدرة لمسافة 120 كيلو متر. بمايد الآن طبعا الحديث الآن عن احنا بس كنا على العجالة نتكلم عن عايشة الرميثي وانطلاقة للمرحلة الرابعة وحالة الخيل ممتازة. نعم، أنا اللي حضرت فحص الفرس يعني الفرس فحصت فحص ممتاز، وهذا نتيجة على نتيجة نعم المركز الثاني. ألف مبروك طبعا للمنتخب البحريني. نعم، وبالتوفيق وألف مبروك. ألف مبروك أيضا 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 يعني الإخوان في البحرين، وأيضا الخيول المشاركة وسطبلات البحرين لها حضور قوي أيضا في المحافل طبعًا العالمية. طبعا طبعا، لأن عندهم فريق قوي، فريق الملكي طبعا فريق معروف، فريق البحريني فريق معروف، شارك في عدة مباريات في أكثر السباقات اللي تصير في أوروبا، لهم مراكز متقدمة في كل سباق. أعتقد أنهم كانوا منافسين اليوم وبقوة، وقدروا يثبتون أنهم منافسين وبقوة. نعم، ونتمنى لهم التوفيق، لكن إن شاء الله نكمل إن شاء الله وناخذ الذهب. نعم إن شاء الله نكمل. طبعا بعد لحظات مشاهدينا الكرام سوف نتابع الهوائي مباشرة إعلان نتيجة آية عبد الرضا، وكل التوفيق طبعا لآية والمدرب الإماراتي المعروف إسماعيل محمد. بمايد أي قراءة أخيرة بالنسبة لل؟ نعم طبعا، هنا خبر مفاجئ ألا وهو وسار عشان الناس صار. عشان لازم مفاجأة خوفني يا ابو مايد. احنا تكلمنا في المرحلة الرابعة ان شاء الله النسار. نعم، تكلمنا في المرحلة الرابعة ان رفعوا السرعة، كانت مفاجأة بالنسبة لنا. نعم، 26 وابشرهم ان نيو ريكورد للامارات في سرعة. جميل جميل، في اوروبا تعتبر هذا نيو ريكورد 24.6 نيو ريكورد. نعم، للفارسة عفرة السويدي والمدرب يوسف البلوشي. ألف نعم ألف ألف مبروك، بالإضافة إلى ما شاء الله عليه يوسف نيو ريكورد ما شاء الله. بمايد يعني نرجع لسؤالنا في أول الاستديو، على شو بنيت أنك توقعت؟ خلنا نذكر مشاهدينا الكرام، قلت بعظمة لسانك أنا أتوقع يكون في نيو ريكورد، على شو بنيت الشيء هذا؟ والله الأداء، أداء الخيل كانت قلت لك اللوب الأول كانوا متخوفين ومشوا 22، مع أن بالنسبة للأداء في الأرضية هذه أحسن أداء سوى يعني صار في سباقات قبل، كانوا يتكلمون عن 19.5 يعني فرقوا شباب عندنا تقريبا 2 وشوي متر، يعني 2 وشوي كيلو متر زيادة في الساعة. توقعت أنهم إذا كانوا في البداية وهم متخوفين مشوا السرعة هذه، فكم راح يكون نعم نعم متى ما أخذ الثقة كم يرفعون؟ وفعلا متى ما أخذ الثقة مثل ما شفناهم رفعوا لين من 23 إلى 26 والمرحلة الرابعة طبعا المرحلة الرابعة. فعرفت أن الفكر على أساس أن نيو ريكورد، وعلى أساس أن يبعدوا الفارق عنهم وعن الباقين. إحنا الحين بس اللي نترياه بإذن الله نتيجة الفارس آية. نعم، عشان إن شاء الله نطمن أكثر ونطمن مشاهدينا إن شاء الله نكون الذهب في الفردي مثل ما سوت الفارس عفرة، وإن شاء الله يكون للفرق بإذن الله ونرجع الإمارات ميداليتين ذهبيات وقاليات إن شاء الله. طبعا بكل فخر بكل نرجع لأم الإمارات أم العالم الشيخ فاطمة مبارك. نعم، إن شاء الله بالذهب بإذن الله. نعم طبعا مشاهدينا الكرام نتابع الآن الهوائي مباشرة طبعا المرحلة الخامسة والأخيرة لمسافة 20 كيلومتر. طبعا هذه المرحلة الأخيرة يعني كان طبعا نلاحظ الآن نتابع الآن تقدم فارسات الإمارات
هنا علياء الخفاجي. مثل ما قلنا مثل ما نشوف طبعا ماخرين الفرس على اساس انها توصل وتفحص عشان نضمن الذهب. مثل ما قلنا هي صح انها يا مشي لكن هذا شوف الشباب كيف يسوي لها كرو طبعا على اساس ان يبون الفرس ايوه توصل الوجوء بس وصول الفرس لخط النهايه معناته ان شاء الله ان الذهب في الفرق نعم إماراتي. إماراتية نعم نعم لضمان الذهب نعم. هنا كما تحدثت عمل الفريق التيم وورك لكي تكسب الذهب وأيضا تكون مسيطر على كل احتلال منصات التتويج وأيضا اكتساح إن شاء الله إماراتي على منصات التتويج بإذن الله. كما تحدثت أبو مايد أن تكتيك من لكي ضمان المركز الرابع وأيضا ضمان الفرق. احنا كنا متفقين على اساس ان الشغل يكون تيم ورك. تيم ورك معناته ان ما احسب حسابي انا فقط اني انا اقدر اجيب مركز اول او مركز ثاني والفرق يطلعون برا. لا باذن الله ان شاء الله إن يبدو شاء الله. الان علي الخفاجي على وصول. والله الصورة بعيدة جدا انا مو بقادر احدد اذا كانت هي علي الخفاجي او غيرها. شذرة لا هذه 64 64 لا هذه فارسة من الإمارات اللي هي الفارسة الريم المطوع. خلاص الريم المطوع هاي مشاركة في الانديفيدوال اللي هي في الفردي وهذا إذا جاية الحين هي بتكون المركز الرابع. طبعا عندنا خبر سار بنعلنها الحين اللي هو فعلا الفارسة عليا سو عفوا الفارسة آية عبد الله طافت الفحص الطبي بنجاح واذا المركز الثالث اماراتي الذهب والبرونز اماراتي ولله الحمد وان شاء الله احنا في انتظار بس الفارسه الثالثه اللي هي الفارسه علي الخفاجي وباذن الله نصعد المنصه فرق وفردي ان شاء الله. الف الف مبروك لآية عبد الرضا حصولها على البرونزيه بالنسبه للفردي والمركز الثالث تحت اشراف المدرب المعروف اسماعيل محمد. الف الف مبروك لاسماعيل. الف الف مبروك يا عبد الرضا. ألف ألف مبروك لفارسات الإمارات. إذن مشاهدينا الكرام فارستين من الإمارات على منصات التتويج المركز الأول عفراء السويدي آية عبد الرضا في المركز الثالث عفراء السويدي تحت إشراف يوسف البلوشي آية عبد الرضا تحت إشراف إسماعيل محمد. طبعا مشاهدينا الكرام الآن كما تحدث سلطان المرزوقي في انتظار الفارسة الثالثة بمايد يعني ما نبى ما ودنا نتشائم ولكن أي مركز توصل فارسة الثالثة تكون ضمنت الذهب نعم نعم في حالة أن وصولها واجتيازها للفحص الطبي بإذن الله إن شاء الله نركب المنصة. أي مركز؟ مثل ما أشوف في الشاشة الحين هذه الفارسة الريم المطوع نعم. من اسطبلات بعد إم آرم عند المدرب القدير إسماعيل محمد. إسماعيل محمد نعم. وهي جاية للمركز الرابع لكن هي للتنويه هي خارج الفريق هي مش نعم. من ضمن الفريق هي تمثل الإمارات فقط للفردي فردي نعم. وطبعا هذا بعد إنجاز للمدرب الكبير إسماعيل محمد نعم جم الإمارات مثل ما شوف بنات نعم. الإمارات يوصلن نعم. على التوالي وهذا يشرف الشيء على يشرف على حصانين والحصانين في الخمس الأوائل يعني نعم. هذا من التوب فايف طبعا للحين هذا نعم. طبعا هذا إنجاز وهذه عاداته المدرب اسماعيل محمد انه يحصل على قدام المراكز متقدمه بكثيره اول ثاني ثالث أول نعم. ثاني ثالث على يعني يدل على يعني قدره لو نقول انه يكون في 10 الاول يكون تكون كميه كبيره نعم هو قدره المدرب طبعا انه يدخل عدد خيل ويقدر يضبط الخيل هاي انها تقدر توصل دائما في المقدمه وهذا طبعا انجاز يضاف للمدرب الكبير اسماعيل محمد نعم. طبعا بمايد اهميه بالنسبة يعني أنت جردتنا للسؤال السيطرة والكنترول من المدرب عند يكون عدد كبير من الخيول المشاركة أو يكون عنده عدد خيول أثناء الموسم يعني هناك مدربين يعني شطار كيف السيطرة وتوزيع خيول المشاركة في السباقات. طبعا انت لما تتكلم عن عدد خيل ما مثل ما يتصور المشاهد ان شغل الخيل متعب شغل الخيل كل ما زاد عدد الخيل طبعا كل ما زاد عدد الخيل كل ما زادت عليك الضغوط وكل ما صارت مسؤولياتك اكبر لان انك تشارك مثلا في الموسم يكون عندك 10 خيول غير لما يكون عندك 100 خيل فتفرق. المدربين طبعا مدربين الامارات ما شاء الله عليهم هم اكفأ ناس في عدد الخيل بانه يقدرون يصرفون خيلهم في كل سباق تلقاه متواجد وفي كل سباق ينافس
مش وجودك في السباق للمشاركه فقط، طبعا سباقاتنا وخاصه مثلا الموسم المحلي في الامارات هو موسم قوي جدا، صحيح اقوى موسم في العالم، ما في دوله في العالم تملك موسم مثل موسمنا احنا، مثل سباقات مراكز الامارات طبعا قويه جدا. نعم. مدربين محتاجين عدد خيل كبير، عدد خيل من نوعيه ممتازه، عشان كذي مدربين الامارات هم الوحيدين اللي يقدرون يسيطرون على عدد الخيل الكبير هذا، يوزعونه في كل السباقات، بالاضافه لانهم يطلعون ويسابقون في السباقات والاستحقاقات الأوروبية. هذا شيء مش عادي، مش عادي. نعم. نعم. مش عادي طبعا. أبو مايد أجواء جميلة، أجواء رائعة، يعني استمتعنا بالأمطار والآن قاعدين نستمتع بالجو المشمس والحار شوية. طبعا مشاهدينا الكرام نتابع الآن وصول إحدى الفارسات، لحظات وسوف نتعرف على الفارسة اللي هي المركز الخامس. المركز الخامس نعم، اعتقد انها يعني فارسة، رقم أعتقد فردي. أنا فارسة بحرينية، اعتقد انها فارسة نعم. بحرينية. اذا كانت فارسة بحرينية اعتقد انها تكون الفارسة ندى الدوسري، ممكن تكون الفارسة ندى الدوسري اذا وصلت يكون في رقمها 58. الفارس البحريني الفارسة، احنا ما نقدر نشوف الرقم من هنا عشان نقدر نحدد من هي بالضبط. نعم نعم الفارس البحريني ابو مايد، الفارس البحريني نعم نعم الفارس ندى الدوسري. اذا نعم. اذا المركز الخامس، لا هي طبعا طافت المركز، لا هي بتكون المركز الرابع لانه ما زالت المركز الخامس ما وصلت لخط النهائي. نعم نعم, نعم. اذا هي المركز الرابع بتكون للفارسة ندى الدوسري، دانا الدوسري، دانا الدوسري، دانا الدوسري، دانا الدوسري, دانا الدوسري. نعم, نعم. وهي المركز الخامس الى حد الان اجتازت خط النهايه في المركز الخامس، وان شاء الله خيلها ان شاء الله باذن الله يطوف الفحص البيطري الاخير باذن الله، لان هي بنفس الشيء هي كانت منافسه معاهم في 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 كل مراحل السباق، الا ان خيلها بدا قلت لك تخلف لان فحص في اللوب الرابع في 11 دقيقه و39 ثانيه، يعني تاخر عن اعاده التاهيل، تاخر فيها. نعم عشان كذي وفرق عن الخيل تقريبا 11 دقيقة فرق عن الصدارة. 11 دقيقة الريكفر، إعادة استرجاع طاقة الخيل فترة جدا مهمة هي. طبعا إن محسوبة. إحنا شو كيف نحسب فترة الريكفري عشان نوضح للسادة المشاهدين. الحصان لازم يفحص، يدخل طبعا الحصان يكون جاي جاري في الجري ويكون مجهوده عالي ويكون نبضات القلب عنده مرتفعة. نعم. ما يقدر الحصان يدخل يفحص إلا إذا وصل عنده النبض 64 نبضة في الدقيقة، معناته أن الحصان لازم ينزل قلبه بسرعة. نعم. وهذه طبعا ما أتكلم عن شيء عادي، لما أقول لك حصان فحص في دقيقة ونص معناته تتكلم عن قلب مش عادي. صحيح. يعني الخيل اللي تشارك في السباقات اللي مثل هذه يعني خيل جبارة، خيل قلوبها ما بعادي دقيقة ونص، خيل جاي يجري على سرعة وأظن التدريب 27 كيلو متر في الساعة، طبعا هذا هو التدريب، ويوصل الحصان ويقدر أنه يفحص في الزمن هذا القياسي اللي هو دقيقة ونص دقيقة وعشر ثواني، شيء مو طبيعي، لكن الطبيعي أن الحصان يفحص في خمس في ست دقائق، بعد كذي أما في 11 دقيقة فأعتقد أن الوقت يكون شوي طويل، عشان كذي أنه لو فرقوا عنك الفرسان أو الخيول 11 دقيقة صعب أنك تلحقهم في التراك، 11 دقيقة تفرق عندك ما يقارب 7 كيلو أو 6 كيلو، فصعب أنك تلحقهم في التراك، عشان كذي الثانية محسوبة. نعم يعني نعم. السباق في ضغط عالي، سباق لازم خيلك يفحص بسرعه، لازم الخيل يكون جاهز جاهزيته غير عاديه او جاهزيه متكامله، الحصان يكون يعني لياقته لاعلى مستوى عشان يقدر ينافس، لان لو فرقوا عنك دقيقه في كل لوب في النهايه في اللوب الاخير راح تطلع فارقين عنك خمس دقائق. صحيح صحيح. فبتضطر انك انت تضغط على خيلك زياده عشان تقدر تلحقهم فتسبب لنفسك مشكلة. نعم. عشان كذي لازم الخيل يفحص في وقت قياسي. طبعا نعم طبعا هذا الوقت القياسي هو فترة استرجاع طاقة الخيل من أهم الركائز الأساسية في سباقات القدرة. نعم. لأن هنا تكون اللعبة يعني القلب. نعم القلب طبعا يفرق، الخيل احنا نقول في رياضة القدرة القلب يفرق، الخيل اللي عنده الخيل اللي قلبه زين طبعا هو يفرق عن الخيل اللي قلبه مو زين، يفرق فرق كبير، يعني احنا لو قدرنا نحسبها بطريقة بسيطة ممكن المشاهدين سادة المشاهدين يتابعون معنا الموضوع هذا ببساطة، لو قدر خيلك يفرق عن الخيول، يعني انا لو عندي خيل يفحص في دقيقة ونص وانت عندك خيل يفحص في خمس دقائق، اذا انا افرق عنك ثلاث دقائق ونص في كل مرحلة، تخيل معناته في اربع مراحل
اعتقد 9-12 في 14 دقيقة. 14 دقيقة هل تقدر تلحقني في اخر لوب؟ لا ما صعب. 14 دقيقة لا. كم خلاص. كيلومتر يعني؟ طبعا انا افرق عندك مسافة بعيدة ما تقدر تلحقني. نعم. فعشان كذي يعني 3 دقائق شوف كيف ممكن تفرق في النهاية لان نعم. تراكمية. نعم تراكمية. حسابات الماراثون حسابات تراكمية. تراكمية. اذا مشاهدينا الكرام نحن في انتظار طبعا وصول احدى فارسات الامارات المشاركات في المنتخب اما علي الخفاجي او عيشة الرميثي او شذرة الحجاج طبعا الوصول لضمان الفوز على مستوى المنتخب اي على مستوى الفرق منتخب الامارات طبعا بمايد هذا الموسم موسم في المهرجان في موسمه السادس موسم سباقات القدرة وبالاخص موسم سيدات القدرة نعم احنا تكلمنا عن الموضوع هذا ان المهرجان الشيخ منصور بدا في الفلات ريس واليوم شفنا كيف تطور وصار في الماراثون الفلات ريس والماراثون وبدا في الماراثون للسيدات وهذا طبعا يعني انجاز كبير بدعم قيادتنا ودعم سمو الشيخة فاطمة مبارك طبعا هذا شيء ما كنا حاسبين طبعا صراحة إلى أن صار اليوم على أرض الواقع سباقات من بأعلى مستوى تنظيمي معتمد من الاتحاد الدولي للفروسية مشاركين على أعلى مستوى المدربين اللي حضروا على أعلى مستوى لدعم فريق السيدات اليوم هذا إنجاز كبير وصولنا اليوم للذهب حاليا للحين احنا في الفردي الأول هذا طبعا بعد إنجاز كبير الإمارات بلد الإنجازات شعبها شعب إنجازات فما بغريبة ما بغريبة على هالإمارات أنهم يوصلون المنصات في كل أنحاء العالم في رياضة الفروسية نعم في رياضة الفروسية وأيضا القادم أصعب بالنسبة لبنات الإمارات ولكن هنقد هالمهام وقدود طبعا أخوي مسعود لأن أنت لو حس اللي نعرفه ونعرفه كلنا أن الوصول للقمة صعب ولكن الأصعب منه الحفاظ عليه صحيح فقيادتنا الرشيدة يعني جزاهم الله خير بالعكس علمونا ان احنا نفوز دائما وان نحافظ على فوزنا وان ما نضيع مكتسبات قد كسبناها من قبل نعم بمايد طبعا شاهدت انت معظم الخيول المشاركه اكثر المنتخبات اللي لفتت انتباهك في هذه المشاركه اعتقد ان منافسه منتخب البحرين ان اليوم منافسه كانت قويه وانا اهنيهم على المنافسه هذه لسبب واحد لانهم قلت لك احنا كان عندنا ادفانتج اكثر منهم عندنا 5 فارسات اللي هم في الفريق لكن فريق البحريني كان عنده 3 فارسات فقط نعم. وبقدر يسبب ما اقول لك سبب لنا ضغط ولكن كانوا مطاردين اقوياء ايضا اعتقد المنتخب البحريني كان عليه ضغط ايضا انه طبعا خسارته نعم. اي حصان من خيوله راح يطلع من صحيح. من نعم. من المسابقه الفرق نعم وكان هذا ضغط كبير نعم بنستمر في الحديث عن الخيول المنافسه والمنتخبات المشاركه سواء على الصعيد الفردي والجماعي ننتقل الى سعود الرئيسي في احدى لقاءاته في احدى زوايا القريه الايطاليه للقدره في فيرونا تفضل سعود شكرا لك مسعود بالتأكيد معي أحد أهم الأشخاص اللي اليوم المفترض أن نعمل معهم اللقاءات بسبب رفع علم دولة الإمارات وتحقيق المركز الأول هنا في سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات عفرة السويدي والفارسة أيضا آية عبد الرضا صاحبة المركز الأول وصاحبة المركز الثالث وبالتأكيد فوزكم عفرة أول شيء مبارك لكم هذا الفوز الكبير بيضتوا وجوهكم وحققتوا شيء يعني ممكن أنكم من خلاله تردون قليل من الجميل لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على دعمها لكم كفارسة طبعا الله يبارك لك أول شيء وفضل الشيخة فاطمة طبعا ما حد يقدر ما يذكره يعني ما قصرت في دعم رياضة المرأة الخليجية ولولاها ولولا دعمها ما كانت بنت الإمارات طلعت خارج نطاق مش بس في الدولة حتى خارج الدولة قدرت أنها تنافس يعني اليوم تقريبا 11 دولة أظني مشاركين أو أكثر والحمد لله يعني بنت الإمارات جديرة وقدرت تثبت أنها تقدر تنافس يعني حتى خارج الدولة يعني ومختلف الجنسيات نعم آية خبرينا عن السباق كيف كان وكيف كانت صعوبة الموقف ويكمل المرحلة الأولى لين الأخيرة The race was very fast and it was raining the first two loops first two or three loops The first three loops and the speed it was very fast that's it
كيف كانت توجيهات المدرب لكم أنتوا عفرة من خلال يمكن بالأمس ما كان في أمطار، كانت هناك توجيهات مختلفة، اليوم تفاجأتوا بالأمطار الأرضية والطين والطقس المتقلب، كيف كانت توجيهات يوسف لك؟ طبعاً نحن هاي مش أول مشاركة لنا خارج الدولة، يعني ما قصر ودعم الشيخ منصور مهرجان الشيخ منصور، أنه تقريباً الحين 3 سباقات خارج الدولة شاركنا، وكل البنات ما شاء الله عليهم أثبتوا جدارتهم واكتسبوا خبرة بما فيه الكفاية وأكثر، يعني أنهم ممكن يشاركون وينافسون في أجواء حتى تكون يعني أصعب من كذي. درافتر كيف كان معك؟ ما شاء الله عليه، يمكن هذا كان أحسن خيل ركبته لنا الحين. من السباقات الخارجية ولا؟ كل السباقات خارج الدولة وداخل الدولة، لأن اليوم السباق أنا أشوفه أصعب سباق شاركت فيه، لأن الأرضية كانت وايد صعبة والأجواء طبعاً، وحتى الخيول يعني مش متعودة، خيول الإمارات مش متعودة على هالتراكات، يعني وايد كانت تخاف، أما الخيول الأجانب تحس أنها سايرة عادي، فالشيء وايد أثر علينا بعد نحنا. وطبعاً شكر خاص لسمو الشيخ منصور، لأنه يمكن لولا أنا ما كنت أقدر أجيب المركز الأول اليوم، جهزوا لي أحسن خيل من اسطبلات الاتحاد ويابوا لي خاصة من الإمارات عشان أشارك فيه، والحمد لله أني قدرت أبيض وجههم، وطبعا تعليمات مدرب يوسف، لو ما كان موجود هني يمكن بعد ما كنت أقدر أسوي نتيجة. طبعا لو الفارس يعني كان من أفضل الفرسان والخيل من أفضل الخيول، إذا كانت التعليمات مش صحيحة السباق بيضيع عليك. Which loop was the most difficult for you? Honestly, it was all difficult because it was a very competitive race. Everyone was fighting for first place. And the horses, most of the horses were really strong. So we had to try as much as we can to make a distance between us and the second group. It was a challenge between you and Sheikha Najla from Bahrain. Yeah, it was on the finish line and she crossed me. يلا المهم في النهاية أنا أشكركم عفرة، أشكر آية أيضا، أشكر الفارسات الإماراتيات اللي من خلال سباق اليوم يعني أثبتن أن الفارسة الإماراتية ما أدري إذا قالوا لكم بعد اليوم ترى كان وورلد ريكورد، السباق كان وورلد ريكورد، فهذا إنجاز، يعني الإنجاز الأول اللي بنا المركز الأول في الفردي، وإن شاء الله بيكون بعد المركز الأول في الفرق، والإنجاز الثالث اللي هو كسرنا الورد ركض. فإن شاء الله. I want to add something. إن أشكر شيخ محمد بن راشد for lending me his horse to ride today وتعليمات إسماعيل محمد. And I thank شيخ منصور for this festival he made for us وهدي الفوز لشيخة فاطمة. شكرا لكم، شكرا لكم، بيضت وجوهكم. يمكن مسعود هذا كان حديث فارسة الإمارات، الفارسة آية عبد الرضا صاحبة المركز الثالث، والفارسة عفرة السويدية التي استطاعت من خلال الحصان درافتر بأن تكسر الرقم القياسي العالمي في سباق اليوم وتحصد من خلاله المركز الأول، وبالتالي حظوظ الإمارات أو حظوظ منتخب الإمارات المتمثل بهؤلاء الفارسات هي الحظوظ الأوفر في حصد المركز الأول في سباق اليوم، بانتظار النتائج الأخرى يمكن اللي بعدها ما تحددت في منطقة الفحص الطبي. الكلمة تعود إليك مرة ثانية لك ولضيفك. شكرا سعود، يعطيك ألف ألف عافية على اللقاءات الأكثر من رائعة في كل زاوية من زوايا القرية، شكرا لك سعود. بمايد تحدثت عفرة السويدي، قالت أن من أصعب السباقات اللي هي شاركت فيها في هذا في الجولات الأوروبية. طبعا احنا لفت انتباهنا طبعا وصول الفارسة البحرينية، طبعا هاي وصول الفارسة البحرينية، لكن اذا بنتكلم عن عفرة السويدي، عفرة السويدي فارسة قوية، احنا عد عرفناها في مضامير الامارات، فازت بعدة مراكز في الموسم الاخير، كانت حصلت على المركز الاول في اول سباق للسيدات في قرية الوثبة، قرية الامارات العالمية اللي هي قرية الوثبة، فارسة قوية وأدت حتى في السباقات اللي كانت التحضيرية بالنسبة للفارسات، أدت كان أداها جيد، خلصت أغلب السباقات اللي شاركت فيها، تركيزها عالي، وجودها اليوم عند المدرب الكبير يوسف البلوشي يعني طبعا تكامل، صار تكامل بينها وبين يوسف، واعتقد أنه هي نفذت خطة المدرب مثل ما يبغى وحصلوا نتيجة لله الحمد. نعم. وهذا شيء مشرف فعلا لنا وللفارسة وليوسف ان نمثل الامارات اليوم في محفل مثل هذا. نعم. حصولها على الريكورد النيو ريكورد اللي هي كسرت الرقم القياسي
أو الوقت القياسي في السباق هذا شيء مشرف جدا طبعا, وصعب كسر الريكورد بالطريقة هذه. بالنسبة إذا بنتكلم عن أن بس نوضح للسادة المشاهدين أن 120 كيلو متر مش من السهل أنك أنت تقدر تحافظ على حصانك وطاقة الحصان لـ 120 كيلو متر في سرعة قياسية 24.6 3.7 يعني تقريبا فاصلة 6.5. نعم. يعني شيء سرعة عالية جدا, وانك تحافظ على الحصان في الظروف هذه من مطر لين شمس لين رطوبة بدأت ترتفع في المرحلة الأخيرة, طبعا ما هذا ما بشيء سهل. اعتقد ان الفارسة هذه الفارسة عايشة, اعتقد الفارسة عايشة الرميثي, ممكن تكون عايشة الرميثي, ممكن عايشة الرميثي. نعم. اذا وصلت الفارسة عايشة الرميثي بعد الامارات في المركز الاول مثل ما تكلمنا, وهي الانكر اللي كنا حاطينها. نعم 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 نعم, كان حاطينها نعم. مدربين في انها هذا ما نتمنى ان شاء الله تكون عايشة الرميثي ان شاء الله, طبعاً إن شاء الله اذا كانت هي على الوصول. احنا ما نقدر نشوف هنا بالضبط الرقم, ونعتذر طبعا استاذ مشاهدين لان نعم. المسافه بعيده لحظات ونتعرف ان شاء الله. وطبعا انا اشكر جدا يعطي العافيه استاذ عبد الكريم شلبي, والله يعطي العافيه ما شاء الله ما قصر ويانا. ان اول باول هو عندنا الاولى يعني هنا في قاعد يسهلنا المهمة بصراحة. نعم. أنه نعم. يقدر يلقط على البعد هذا طبعا. نعم. هذه مسافة بعيدة عن القرية, ما زال في انتظارها الكل متحمس إن شاء الله أنها توصل. يبدو أنها عايشة, يبدو أنها عايشة والله عايشة. نعم. أو عليا عايشة. لا هذه الفارسة عليا, عليا اللي كنا نترياها. نعم. اللي نعم. هي الفارسة مثل ما تحدثت بمايد. نعم. حالة الخيل جيدة, ولكن هم يبون يوصلون يضمنون المركز متقدم لكي ضمان العبور بنجاح. مثل ما قلنا مش مستعجلين عليهم. لا مثل ما قلنا الإمارات اليوم المدربين الإماراتيين بذكاء الفارسات الإماراتيات مصرين على الذهب. نعم. ولا شيء غير الذهب. يعني حجزوا المراكز الثلاث الأولى فارستين. نعم. مثل ما نشوف مثل ما قلنا اخوي اسمح لي اخوي. نعم. مسعود الفرس واصل تركض ما شاء الله. نعم. معناته نعم. ان الخطه مثل ما كانوا حاطينها. احنا شفنا الصور احد الصور في المراحل في المرحله الخامسه والاخيره انها كانت تمشي مريحه الخيل وهذا لاهداف بالضبط عشان نقدر نوصل لكسب المركز السادس او السابع. نعم. المركز السادس مركز السابع في النهايه يضمنك انك تفوز على مستوى الفرق. تفوز على مستوى الفرق. وهذا الفارسه علي الخفاجي في خط النهايه. نعم. تحمل علم الامارات, بنت من بنات الامارات تحمل. نعم. علم الامارات في سباق ام الامارات. نعم. باذن الله ان شاء الله تطوف الفحص النهائي وان شاء الله فالها الذهب باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله فالها الذهب. مثل ما تحدث بنت الامارات حامله علم الامارات في سباق ام الإمارات. حتى اسماعيل صديقنا متحمس. نعم الكل متحمس طبعا. حتى لو نشوف الكرو اسماعيل محمد سعيد طبعا نشكر الكرو. لازم نوضح للساده المشاهدين يعطيهم الف عافيه والله. طبعا في فريق كبير مساعد للخيل في الركض. نعم. في نقاط التبريد في وجوده هني في نعم ايضا في الشباب الفرسان المشاركين يساعدون بعض الفرسان المشاركون. ونشوف طبعا الثاني. البطل خليفه. نعم الكل طبعا هذا البطل. نعم. خليفه نعم متواجد بطل العالم في سباق ناشئين والشباب. غطينا هذه التغطيه في تاربس العام ذكر مويد. نعم ذكر. نعم. العام وكان الفوز والذهب كان من نصيب خليفة. نعم. خليفة والمدرب علي خلفان. نعم. واليوم مدرب علي خلفان. واليوم يوسف. يوسف اليوم. وعفرة يعني تعرف الإمارات الحمد لله قاعد تسطر يعني إنجازات من ذهب في عالم الفروسي في عالم القدرة. نعم. أسياد العالم في القدرة. نعم. وما أعتقد أن الإمارات راح تنزل يوم. نعم. الأيام عن المستوى هذا. نعم. إذن مشاهدينا الكرام علياء الخفاجي رقم 8 تحت إشراف المدرب علي الجهوري المعروف في صبلات الوثبة تصل إلى القرية كما تحدث السلطان المرزوقي بأن في الكثير من النقاط في المرحلة الأخيرة والخامسة كانت تحاول أن بإشراف طبعا المدرب وتوجيهات المدرب أن يرتاح الخيل لكي يصلوا إلى المضموم, وهذا كان عمل الفريق وتوجيهات كابتن الفريق مسلم العامري. طبعا نتابع علياء الخفاجي على هواء مباشرة مشاهدينا الكرام ووصولها للقرية. نعم ننتقل إلى سعود الرئيسي مشاهدينا الكرام. سعود تفضل إليك الكلمة. شكرا لك مسعود. بالتأكيد لقاءاتي مع الفائزات مستمر, ومعي في هذه الأثناء صاحبة المركز الثاني الشيخة نجلة آل خليفة. نقول لك يعطيك ألف عافية ومبروك المركز الثاني, وبيضتي وجهك ووصلتي كنت قريبة من المركز الأول. الله يبارك فيك. طبعا بداية نحب نتقدم بالشكر إلى مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على هالدعم اللامحدود للسيدات وتاحت الفرصة لنا المشاركة هني. الحمد لله رب العالمين. أنا وعفرة واحد, سواء أنا ولا عفرة الإمارات والبحرين كلنا واحد.
هذا الإنجاز طبعا جاء من دعم سيدي حضرة صاحب الجلالة وسمو شيخ ناصر وسمو شيخ خالد ومتابعتهم، وإحنا حريصين دوم على المشاركة اللي نمثل فيها مملكة البحرين خير تمثيل. صلاح الدين الحصان اللي امتطيتيه في سباق اليوم، يمكن في 160 في كومبيون فشل إنه يعني وصل رابع ولكن فشل في الفحص الطبي، اليوم قدر إنه ياخذ خبرة أكثر بحكم إنه حصان جديد، قدر ياخذ خبرة أكثر في 120 وقدر انه يخلص السباق اليوم، مش 120 لا 126 كيلو. صلاح الدين حصان اثبت اليوم جدارته واثبت انه هو حصان بطل للمسابقات القادمه ان شاء الله من خيره الخيل اسمه شيخ ناصر بن حمد، والسرعات كانت جدا عاليه، يعني الافرج سبيد اللي تسوى اليوم هني في اوروبا يعني هاي افرج سبيد وايد عالي، واحنا فخورين ان احنا كسر الرقم على فكره. اي نعم احنا فخورين كبنات خليجيات نمثل الخليج خير تمثيل ان شاء الله، وان هاي الارقام ان شاء الله ما بتوقف على هني، ان شاء الله احنا قادرين على ان نحقق الافضل. منتخب البحرين اليوم اثبت انه منتخب قوي ايضا، يعني كان باين استعداداتكم وكان باين العزم انكم ناويين تاخذون الذهب من خلال بطولة الفرق، كنتي قريبة من المركز الاول، منتخب البحرين قدر انه يوصل في الخمس الاوائل ايضا عبر اكثر من حصان، هذه يمكن مجهود مش شهر ولا شهرين، مجهود سنوات. مثل ما قلت لك يعني قبل، هذه اسمه شيخ ناصر بن حمد دعمه لنا لا محدود ومتابعته لنا ومكالمته لنا وتوجيهات اللي متواجد ويانا على طول، وخيله في نفس الوقت، يعني احنا هني جايين يعني بدعم منه، فهذا مجهوده ويشكر عليه، والحمد لله يعني فارسات البحرين اثبتوا جدارتهم وقادرين على ان ينافسون في جميع المحافل. كان في تحدي بينك وبين آية في الأمتار الأخيرة. آية وعفرة وأغلب الفارسات هني خواتي، وإحنا معتادين على المشاركة في دولة الإمارات، أنا يعني متواجدة في كل سباقات السيدات تقريبا، فسواء آية فازت ولا أنا ولا عفرة فرحتنا فرحة واحدة الحمد لله رب العالمين. أصعب اللحظات من خلال سباق اليوم؟ والله آخر خمسة كيلو كانت قاتلة، يعني احنا كنا مع بعض انا وعفرة وآية لين اخر 4-5 كيلو، بدأت الخيل تقاصر سرعتها حصاني وحصان آية، والحمد لله عفرة قدرت ان هي تكمل، فكانت يعني نبذل مجهود اكثر على اساس ان احنا نوصل الخيل القرية قبل ما احد يلحق علينا من وراء، الحمد لله خيلنا اثبتت جدارتها واحنا فخورين بهاي الانجاز. نعم سويتوا تست على الارضية قبل سباق اليوم انتو كمنتخب البحرين؟ اي نعم انا امس والبنات زميلاتي في الفريق طلعنا على المرحلة الاخيرة اللي هي تكون الثالثة والاخيرة، طلعنا عليها في ركوبنا على الخيل في تمريننا، وطلعنا عليهم في الدرجات على المرحلة الأولى 40 كيلو سباق يعني. بس الشيخة يمكن أمس ما كان فيها أمطار، اليوم تفاجأتوا بالمطر والتكتيك كامل تغير؟ والله فارسات الإمارات ما خلوا لنا تكتيك صراحة، يعني اضطرونا أن احنا نسرع ويدنا على قلوبنا لأن خبرك الطين والزلق وهذه الحالة كانت يعني خاطرة بالنسبة لنا، لكن الحمد لله الله وصلنا بسلام، يعني أنا أهم شيء عندي سلامة الفارسات أكثر من أن احنا نفوز ونحقق نتائج. يعطيك ألف عافية الشيخة نجلة، ونقول لكم مبروكين مرة ثانية، ومثل ما ذكرتي الإمارات والبحرين واحد. نعم مشكور وتسلم ما قصرت. شكرا لك. طبعا مسعود كان هذا حديث الشيخة نجلة الخليفة صاحبة المركز الثاني. الآن طبعا في هذه اللحظات طبعا الفحص الطبي وصل للحصان رقم 8 المملوك أيضا لخيول الإمارات والخاص بالفارسة عليا الخفاجي التي وصلت على ما أعتقد في المركز الخامس، ويمكن هذه اللحظات هي اللي راح تحدد إذا ما كان منتخب الإمارات أو فريق الإمارات سيحصد الذهب في هذه البطولة، بطولة كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرق فرق السيدات عفوا، ويمكن نشوف تأهب الحصان رقم 8 اللي امتطتها الفارسة عليا تأهب لدخول الفحص الطبي و التروت في البداية، وبعد ذلك فحص الأمعاء الميتابوليك، وبعد ذلك أيضا فحص القلب، ونتمنى كل التوفيق لخيول الإمارات، ونتمنى إن شاء الله أن جهد
خيول الإمارات يتكلل بالنجاح. خلينا نشوف مسعود وأكون معاك أول بأول. هذه مرحلة التروت، نشوف حتى الآن الحصان طبعا حالته جيدة حتى الآن، ونتمنى أن يعني المراحل الأخرى أيضا في الفحص تتكلل بالنجاح. هذا الحصان رقم 8 طبعا للفارسة عليا الخفاجي نمبر 8. ونشوف أيضا فريق العمل الخاص بمنتخب الإمارات يحيط بالحصان، وآخر طبعا مراحل الفحص هي مرحلة الميتابوليك ومرحلة فحص دقات القلب، والتي من خلالها راح تتحدد نتيجة الفوز إن شاء الله بإذن الله. يعني نشوف مسلم العامري أيضا المدير الفني للفريق يتواجد هناك لمتابعة الفحص الطبي الخاص بحصان الفارسة عليا الخفاج. أيضا نشوف علي خلفان الجهوري متواجد أيضا هناك في منطقة الفحص الطبي. أنا أشوف الفارسة عليا، عليا على الهواء، نحن على الهواء. تعالي تعالي تعالي، يعطيك العافية، مبروك. وصلتي خامسة؟ أظني والله توني داخلة، ما عرفت إذا دخلت خيلي ولا. مبروك مبروك الخيل. خبرينا عن خيلك أول شيء. والله الفرس كانت وايد قوية، هي فرس كانت وايد قوية في في المراحل كلها، كنا متصدرين، كنت يا الأولى يا الثانية. قلبها وايد زين، كان ينزل بسرعة، بس ضغط عليها في المرحلة الأخيرة، تعبت شوي بس يعني الحمد لله. خبرينا يمكن المرحلة الأخيرة تأخرتي، شو هل كان هذا تكتيك بأنك توصلين الحصان والفرس عفوا توصلينها مرتاحة في المرحلة الأخيرة وتخطف في الفحص؟ لا، هي خفت وبطت شوي لأن شافت أن المسافة زادت ما بينها وبين الخيول اللي كانوا قدامي، لأن طلعنا نحن كلنا مع بعض الجروب الأول، بس هم زادوا السرعة، هي تعبت شوي فما ضغط عليها هناك، خليتها تريح شوي وعقب حاولت، هم روحوا فتميت أنا على السرعة. شو كانت توجيهات علي خلفان لك؟ قال إن تمي ويا الجروب، بس لو حسيتي انت داري خيلك وانت يعني تعرفين الفرس، حسيتيها يعني خليها مرتاحة أهم شيء. منتخب الإمارات عليا يعني قدر بفضل جهودكم أن يحصد المركز الأول في هذه البطولة، وصول عفرة في المركز الأول، وصول آية في المركز الثالث، ووصولك أنت في المركز الخامس. يمكن النتيجة بينت وتحددت. ألف شكر لكم، بيضت ويوهكم وما قصرتوا. نحن نهدي هالفوز للشيخة فاطمة بنت مبارك والشيخ منصور والشيخ محمد بن راشد بعد وشيوخ الإمارات كلهم، بيض الله وجهك. الله يبيض. أيضا معي مسلم العامري. مسلم ألف مبروك، الله يبارك فيك، يعطيكم العافية. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، أول أهدي الفوز إلى رئيس الدولة ولا سمو الشيخ محمد بن راشد ولا سمو الشيخ محمد بن زايد ولا سيد سمو الشيخ منصور بن زايد. الحمد لله فريق دولة الإمارات أدى المهمة اللي عليها، وخذنا طبعا الأول في الفردي والفرق الحمد لله. نعم، يا مرحلة الفحص كيف شفتوا الحصان والفرس عفوا، كيف شفتوها؟ كانت مرتاحة؟ كنتم متخوفين؟ لا الحمد لله، النتيجة اللي سواها عفرة هي طبعا تقريبا المعدل 31، أسرع سباق في أوروبا لحد الآن، يعني على ضرب الرقم القياسي طبعا الحمد لله. والفريق الثاني خيل الشيخ محمد اللي عند إسماعيل، يعني هو بروحه خف من عليه، ولا الخيل بعده قوي. يعني نتكلم عن 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 آخر فرس اللي آخر هي فرس، فرس شوي تعبت، لكن علي خلفان عطى الفارسة خلاها تكمل بالفرس عشان ما يضغطونها زيادة. أنا أدور علي خلفان، وينه علي خلفان؟ موجود. وينه علي خلفان؟ أنا علي خلفان لازم أتكلم ما لأن ما شفناه اليوم. يعطيك العافية مسلم. مايد تعال 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 تعال، نحن على الهواء، نحن على الهواء، على الهواء نحن. طبعا علي خلفان هو المدرب الخاص بالفرس التي استطاعت أن تحصد المركز الخامس وترجح وتؤكد فوز منتخب الإمارات بهذه البطولة. مايد يعطيك العافية، متواجدين اليوم أنتم فريق الوثبة كلكم تدعمون الخيل الإماراتية في هذا السباق، والحمد لله يعني جهودكم تكللت بالنجاح. الحمد لله الحمد لله، هو شيء مبارك لشيوخنا في الإمارات، والحمد لله ريس ناجح
والبنات ما قصرن الحمد لله، وتوفيق ان شاء الله يكتسبون خبره في الريسات الجايه اكثر ان شاء الله. ريس متعب. متعب صح، الجو كان ممطر ورطوبه عاليه، لكن الحمد لله خيول الامارات اثبتت انها هي دائما في المقدمه الحمد لله. مايد مثل هالسباقات نشوف عده مدربين يمثلون فريق واحد، هني يمكن هل الامور تكون صعبه عليهم على الفارسات وعلى المنتخب بشكل عام، ام ان الامور تكون اسهل؟ لا طبعا شوف، هم الاوروبيين عندهم خبره اكثر في اراضيهم في الغابات، لكن نحن نفعتنا ان الخيل خيل الاماراتي اقوى من خيلهم، ولكن انا في المستقبل ان شاء الله الامور بتتغير، بتشوف البنات في خبره اكثر ان شاء الله. يمكن مايد الفتره الاخيره خلينا نقول الفرسان الاماراتيين شباب وبنات، يمكن هم اصبحوا قدوه للفرسان فرسان العالم من خلال المشاركات، بحكم انهم قاموا يحصدون اقوى البطولات سواء في اوروبا او في دول الخليج. الحمد لله، هذا اول شيء طبعا كله دعم من شيوخ، و طبعا لو مو بهم نحن ما وصلنا للمستوى هذا. الرغبه موجوده والامكانيات موجوده، ان شاء الله مستقبلا اتوقع يكون سيطره اماراتيه كامله ان شاء الله في كل السباقات. يعطيك العافيه مولاي. يعافيك، شكرا لك. اذا مسعود، يمكن من خلال تواجدي هنا لاحظت واستشفيت ان الكل يدعم فريق الإمارات للسيدات، يعني كل الإسطبلات تجمعت اليوم، الشعارات المختلفة تجمعت اليوم مثلت علم واحد وهو علم دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكن جهود أصحاب السمو الشيوخ الله يطول في عمارهم تكللت اليوم بالنجاح، وهذا فوز متعودين عليه ومش غريب على دولة الإمارات، ولكن اليوم جاء بنكهة نسائية. الكلمة تعود إليك في الاستوديو والتعليق لك ولضيفك في الاستوديو، تفضل مسعود. شكرا سعود الرئيسي. نعم، كل الشعارات تتوحد لخدمة علم الإمارات في المحافل الدولية والإقليمية والقارية. ألف ألف مبروك لدولة الإمارات العربية المتحدة، ألف ألف مبروك لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة، وأيضا ألف ألف مبروك لسمو الشيخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فارس العرب. هذا الإنجاز لم يأتي من فراغ لولا دعم أصحاب السمو. طبعا ألف مبروك سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ألف ألف مبروك أيضا لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات أم العالم بالدعم اللامحدود لسيدات الإمارات. بعد رابع سباق في المشاركات الأوروبية طبعا لأغلب الفارسات، بعض الفارسات كانت لها مشاركة بسيطة في المشاركات الأوروبية الخارجية في صيف أوروبا والمشاركات الخارجية، فبنات الإمارات يحصدن الذهب على الصعيد الفردي وعلى صعيد المنتخب. طبعا ألف ألف مبروك لعلياء الخفاجي فوزها بالمركز الخامس، خامس الفارسات تصل إلى القرية وفوزها بالمركز الخامس، وهذا رجح كفة المنتخب الإماراتي لفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية على الصعيد مشاركة الفرق. وطبعا مشاهدينا الكرام، عايشة الرميثية الآن تصل إلى القرية، مجهود كبير 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 من عايشة الرميثي ومشاركتها في هذا السباق، يعني رغم أيضا خروجها المتأخر الجولة الرابعة إلا أنها من أول الواصلين إلى القرية. أيضا ألف ألف مبروك لعيشة الرميثي، أكيد هي من مع منتخب الإمارات فايزة بالذهب، سعيدة لإنجاز زميلاتها في المنتخب، وأيضا هذه المنافسة الشرسة والقوية من عيشة الرميثي. نقول لعيشة الرميثي يعني المستقبل أمامك والمشاركات قادمة، وأنت طبعا فارسة قدها وقدود، وكل التوفيق في المشاركات القادمة. طبعا نشكر أيضا ألف ألف مبروك للشيخة نجلاء الخليفة فوزة بالمركز الثاني، وكان هناك لقاء سريع وعابر مع زميل سعود الرئيسي مع الشيخة نجلاء الخليفة المنتخب البحرين، والدعم اللامحدود طبعا كما تحدثت من جلالة الملك وأيضا سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة. طبعا تحدثت الشيخة نجلاء بأن فارسات الإمارات جبروا باقي الفارسات أنهم يزيدوا من سرعة السباق. أخي مسعود، مثل ما تكلمنا في بداية السباق قلت لك أن راحوا بدوا السباق بسرعة 22 أو 23، كان عندهم جس نبض، يعني كانوا يشوفون المنافسين وكانوا يشوفون الأرضية.
فقلت لك أنا هم يفرضون عادة فرسان الإمارات مدربين الإمارات فارسات الإمارات دائما يفرضون هم يفرضون بيس السباق هم صحيح. يفرضون السرعة اللي نعم. اللي تناسبهم هم ما باللي ويسيرون السباق ويسيرون السباق على هم على استراتيجيتهم عندهم في الحالة هذه عندهم two advantages يعني عندهم خيارين أو عندهم نقطتين يستفيدون منها أولا يشوفون الفرق المنافسة أو الخيول المنافسة معاهم الشغلة الثانية يشوفون يتعبون المنافس نعم يتعبون يعني المنافس نعم. يجربون يختبرون المشاركين معهم حد يقدر يجارينا في السرعة هذه لو لقى حد يجارين في السرعة هذه وعنده الاستعداد أن يروح السرعة هذه يضغطون عليه ليه ما خيلهم تبدأ تتراجع نعم. طبعا أحب أهني حكومة الإمارات وأحب أهني أم الإمارات نعم. وأحب أهني الإمارات كلها حكومة وشعبا وأم الإمارات بأن هذا الإنجاز الغير مسبوق صحيح. سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك نيشن كاب فرق نعم. أول مرة يصير في العالم وأن يأخذنه بنات الإمارات بكل كفاءة الكفاءة هني في كسر التوقيت توقيت زمني جديد المنصة المركز الأول في الفردي المركز الأول في الفرق يعني اليوم أعتقد أن خذنا يعني أو بنات الإمارات سوون كل شيء مطلوب منهن وكل شيء ممكن نحسبه سووه والحمد لله رب العالمين ومبروك للجميع وأتمنى التوفيق لباقي الفرق والفارسات الإمارات ما قصرن اليوم كلهن بدون استثناء اللي مثلن الفريق أو اللي كانن في الفردي كلهم أدوا أداء مشرف أشكرهم جزيل الشكر أشكر المدربين على دعمهم للسباق نعم. هذا نعم. ونجاح السباق هذا لأنه يحمل اسم غالي علينا اسم أم الإمارات أم العالم الشيخة فاطمة بنت مبارك نعم. طبعا أيضا نكرر شكرنا للشيخة نجلاء آل خليفة وألف ألف مبروك للشيخة نجلاء آل خليفة فوزها بالمركز الثاني ونقولها أبدا الذهب لم يذهب بعيدا الذهب سواء كان في البحرين أو كان في الإمارات ترى دولة الخليج كلها دولة واحدة وأيضا كانت هي سعيدة جدا بمايد بفوز الإمارات بالذهب طبعا الشيخة نجلة مش غريبة عن 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 على مضامير على مضامير الإمارات لا طبعا الشيخة نجلة دائما ما تشارك نعم دائما ما تنافس تنافس أيضا في صحيح في مضامير الإمارات وهي من المشاركين الدائمين في الموسم الإماراتي الشيخة نجلة غنية عن التعريف في الرياضة هذه نعرفها الناس تعرفها جمهور الإمارات يعرفها فرسان الإمارات يعرفوها طبعا هي منافسة شرسة والبطولات يعني. قادمة إن شاء الله بطولات قوية نعم. ونتمنى التوفيق إن شاء الله في السباقات الجاية تحدثت بمايد يعني عفوا على المقاطعة تحدثت أن آخر 5 كيلومتر من المرحلة الأخيرة أصعب 5 كيلومتر من السبارة لماذا؟ نعم لأن أنت لو لاحظت أن الجو كيف تغير في آخر الوقت تقريبا آخر نص ساعة عامل الجو عامل الجو نعم أخوي مسعود إحنا في أوروبا الجو اليوم الصبح كان ممطر بشدة نعم. الأرض كلها غدرت وفيها ماء نعم. خروج الشمس طلوع الشمس سوى يعني يؤدي لتبخر رفع نسبة الرطوبة في الجو نعم. الخيل كلها صار عندها مثل يعني مثل ما لاحظنا صعوبة في التنفس صعوبة في التنفس بدأت الخيل لاحظنا في اللوب اللي قبل الأخير بعض الخيول شوي سرعة بدأت قلوبها ترتفع يعني هذا من عوامل الجو ترى في أوروبا من الصعوبة من الأشياء الصعبة اللي يواجهوها الفرسان تغيير الجو بسرعة يعني انت الجو يتغير عندك في ساعه من صحيح. برد الى حر فهذا اللي اثر عليهم صحيح. نفس الشيء الخيل ادت اداء زين مثل ما قلنا اليوم نيو ريكورد معناته كل الخيول اجهدت تحاول انها تلحق الصداره صحيح. والصداره اليوم سحبتها عفره والكل حاول يسحبها حاول يوصلها الى ان سوت نيو ريكورد نعم نعم ايضا اتذكر في احد في تغطيتنا لبطوله العالم لسمو الشيخ محمد صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد ال160 كيلومتر تحدثنا عند مكان الجو مغيم نوعا ما هاك اليوم وكان الغيم فجاي تحدثت عن صعوبة التنفس وقلة الأكسجين وأيضا علق عليه سمو الشيخ ناصر أيضا في أحد اللقاءات ذاك طلع الهواء تكلمنا عن الموضوع هذا قلنا أن إذا الجو كان مغيم إن أوكي نحس أن إحنا الجو بارد لكن هو يأثر على الخيل لأن قلة الأكسجين نعم تقل نسبة الأكسجين في الجو اليوم كانت طبعا أمس كان شديد الحرارة لما حتى الخيل طلعت للتمرين كانت حرارة عالية ورطوبة عالية فالكل كان متوقع أن اليوم يكون يوم ماطر لكن طبعا نسبة الأمطار زادت عن المعدل هم متوقعينه وفعلا يعني كان السباق قلت لك في البداية مع الجو البارد مع الأمطار بدأت الخيل تعطي سرعات ولكن بعد من جانب آخر الأرضية صارت زلقة صار فيها صعوبة في الحركة خيول في خيول من فرق ثانية طلعت بسبب العرج أنت تستفيد من الظروف
وتتجاوز الحواجز اللي الطبيعية، الحواجز المناخ، حواجز الأرض، الخيل. رياضة الماراثون هي رياضة قدرة وتحمل. نعم. في كل الأحوال قدرة في الجري، قدرة في التدريب، قدرة في تتحمل صعوبة الظروف المناخية، الظروف الجغرافية، كل شيء ضدك. بمايد هي قدرة وتحمل بالنسبة لكل الأشخاص اللي حوالين القدرة، ليس فقط اللي يعطيه بالعافية الكوادر اللي حوالين، حتى بالنسبة لنا إحنا يا بمايد. طبعا نعم يعني. هي رياضة متعبة طبعا بمايد. رياضة هي متعبة وهي رياضة تعلم الصبر صراحة، هي رياضة الصبر ورياضة حتى الجلد. للمتابعين حتى الجمهور متعبه طبعا للأمانة. لانك انت تقدر تتابع السباق. احنا طلعنا يمكن اليوم على الهواء الساعه 12 بتوقيت، ولكن احنا الانطلاق 4:30. نعم احنا الساعه 4:30 الفجر نعم كنا موجودين. الانطلاق 5:30 كانت. نعم ايوه، لكن الحمد لله ان هذا ما راح الفاضي. الحمد لله جت منصه. نعم. بذهبيتين. نعم. الحمد لله رب العالمين. وميداليه بعد برونزيه. صحيح. يعني هذا يعني احنا مستعدين نقعد ان شاء الله كل يوم نسوي كذي، لكن الامارات تحصل الانجازات هذه ايضا لان الامارات تستاهل وعيال الامارات يقدرون. نعم طبعا ابو مايد، طبعا سلطان المرزوقي الامين السر السابق في اتحاد الفروسيه وايضا المالك والمربي، طبعا امين السر اتحاد الفروسيه السابق وايضا المالك والمربي لاسطبلات مزنة، انا اشكرك جزيل الشكر على توفي تواجدك في هذا الاستديو واثراء الاستديو بتحليلاتك الاكثر من رائعه بالنسبه لسباق اليوم. وكلمه اخيره ودك تقولها عن فتيات الامارات، نخصص اليوم هذا فقط لفتيات الامارات. والله بنات الامارات، فتيات الامارات انا عاجز عن التعبير فعلا. والله اليوم يعني اليوم من الايام المشهوده في حياتي، يعني الواحد شاف انجاز من فتيات الامارات. وطبعا ما بغريب على شعب الامارات وعيال الامارات انهم يشرفون الامارات، ولكن هذا ما راح يكون لو ما بدعم قيادتنا الرشيده في وتوجههم لابراز دور صحيح. المراه. نعم. في الدوله، ودعم سمو الشيخة فاطمة مبارك أم الإمارات وأم العالم. نعم. في إبراز دور المرأة الحضاري، وأن احنا دولة حضارية، وأن احنا دولة تحترم المرأة، والمرأة هي جزء لا يتجزأ من المجتمع الإماراتي. صحيح. في كل مجالاته، ولله الحمد اليوم بنات الإمارات أثبتن على منصات عالمية في سباقات ظروفة صعبة. نعم. أنهن قد المنافسة وقد التحدي، وما أعتقد أن في بنات في العالم عندهن إصرار مثل بنات الإمارات. نعم أنا أشكر جزيل الشكر بمايد، وإن شاء الله لقاءات قادمة والاستديوهات قادمة. وأنا أشكر قناة أبوظبي الرياضية جزيل الشكر على الدعم للسباق هذا وإظهار دور الرياضة هذه في الإمارات وبنات الإمارات اليوم. ولكم مني أجمل تحية فعلا، وأتمنى أنكم تكونوا موجودين، لأن بدونكم ما حد راح يعرف. نعم القادم أكثر، وعيون أبو ظبي الرياضية بتكون متواجدة كل مكان، والقادم إن شاء الله أكثر وأفضل. أشكر جزيل الشكر. إن شاء الله. أشكر جزيل الشكر. إذن مشاهدينا الكرام، طبعا وصلنا معكم لختام الاستوديو. طبعا ما بنختم الآن مشاهدينا الكرام، ألف ألف مبروك لي عفرة السويدي، أولى الواصلات طبعا للقارية، وفازت بالميدالية الذهبية على المستوى الفردي. وألف ألف مبروك لآية عبد الرضا الذي فازت بالمركز الثالث والبرونزية. ألف ألف مبروك لمنتخب الإمارات مشاهدينا الكرام، الفوز على مستوى الفرق هنا في سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات للفرق للقدرة لمسافة 120 كيلومتر. طبعا مشاهدينا الكرام في تمام الساعة 5:30 صباحا بانطلق السباق. المرحلة الأولى كانت لمسافة 36 كيلومتر و100 متر مرسمة بالأعلام الصفراء. المرحلة الثانية 25 كيلومتر و100 متر مرسمة بالأعلام الحمراء. المرحلة الثالثة 20 كيلومترا و400 متر مرسمة بالأعلام الزرقاء. المرحلة الرابعة ما قبل الأخيرة 25 كيلومتر و100 متر مرسمة بالأعلام البرتقالية. المرحلة الخامسة 20 كيلومتر و400 متر مرسمة بالأعلام الزرقاء، قرابة 127 كيلومتر، ولكن هو سباق 120 السبع كيلومترات الإضافية بسبة المسارات التي تعترض بين الأشجار، فهذه 7 كيلومترات تكون زائدة بسبة مسارات السباق في الغابات. طبعا مشاهدينا الكرام، السباق تحت رعاية رئيسية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، تحت
تحت عنوان كأس سمو الشيخ فاطمة بنت مبارك للفرق للسيدات للقدرة لمسافة 127 كيلومترا. مشاهدينا الكرام غدا سوف يكون هناك طبعا أيضا سباق، ثلاث سباقات تحت عنوان كأس مرجان سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان للقدرة، سباق 120 كيلومتر للشباب والناشئين، سباق 120 كيلومتر مفتوح سوف تشارك فيه طبعا الفارسة أريام وأيضا مايسا البريكي، وأيضا سباق 80 كيلومتر ون ستار للعمالقة هنا في إحدى ضواحي مدينة فيرونا بإيطاليا في القرية الإيطالية للقدرة. وأيضا مشاهدينا الكرام غدا سوف تكون مشاركة إماراتية قوية، الفارس صالح العامري سيشارك، علي الكتبي، غانم الهاجري، محمد الجنيبي، وأيضا الفارس إبراهيم. طبعا كل الشكر للكابتن مسلم العامري كابتن المنتخب الإمارات ومدير صبرة الجزيرة واحد واثنين على جهده الكبير، وأيضا على إدارته لمنتخب الإمارات وفوزهم بالمركز الأول على صعيد الفرق وكسب الذهب هنا مشاهدينا الكرام في فيرونا في إيطاليا. طبعا مشاهدينا الكرام المنتخب كان يتكون من شذراء الحجاج، عيشة الرميثي، علياء الخفاجي، عفرة السويدي، آية عبد الرضا. طبعا شذراء الحجاج وعيشة الرميثي تحت إشراف المدرب حسن راكان المنصوري، كل التوفيق لحسن راكان وألف ألف مبروك فوز منتخب الإمارات بالذهب. علي الخفاجي، عفراء السويدي، علي الخفاجي كان تحت إشراف المدرب علي الجهوري، عفراء السويدي تحت إشراف يوسف البلوشي، آية عبد الرضا تحت إشراف إسماعيل محمد. طبعا عفراء السويدي أولى الواصلات، وطبعا يوسف البلوشي كان تحت إشراف المدرب يوسف البلوشي والحصان درافتر، والأداء المميز والرائع طوال السباق حتى يعني تحدث سلطان المرزوقي عن فترة إعادة جهد الخيل، فترة الريكفري، إعادة طاقة الخيل كانت جدا قصيرة على مدار المراحل لم تتعدى دقيقتين، هذا ما حسم المركز الأول بالنسبة لعلياء الخفاجي. آية عبد الرضا تحت إشراف المدرب محمد إسماعيل أيضا جهد كبير وقدموا الكثير في هذا السباق واستطاعت أن تكسب المركز الثالث لكي يضمنوا بنسبة 80% أنهم سوف يعتلوا على منصات التتويج في لاعتلاء منصات التتويج في انتظار علياء الخفاجي، وعلياء الخفاجي أيضا وصلت في الوقت المحدد والمركز الخامس لكي يضمن ولله الحمد فوزهم بفوزهم للمنتخب على مستوى الفرق. يبدو أن زميلي سعود الرئيسي جاهز ومعه لارا صوايا. سعود تفضل إليك الكلمة. شكرا لك مسعود، بالتأكيد معي لارا صوايا مديرة أو المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، والذي من خلال مظلته اليوم أو تحت مظلته أقيمت بطولة نعم كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات، والتي انتهت بفوز منتخب الإمارات بالمركز الأول ومنتخب البحرين بالمركز الثاني بانتظار نتيجة المركز الثالث بالنسبة للفرق. لارا ألف مبروك، يمكن في البداية طلبت منك لقاء رفضتي لأنه كان في حماس، كان في توتر بعض الشيء، الجو يمكن خلق نوع من التوتر لدى الجماهير، لدى المسؤولين، لدى الفارسات أيضا والمدربين. لا مش مزبوط، نحنا ما كان في توتر، بس حبيت أترك كلمتي للآخر لأنه يمكن بس ناخد الذهب الفرحة بتكون الكلمات من القلب أكثر طالعة، خاصة أنه بدنا نقول مبروك لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم العالم، لفريق الذهب فريق الإمارات، عالم واحد، عالم مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد، وكل التيم تبع سمو الشيخ منصور بيشكر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم العالم، سمو الشيخ منصور بن زايد، سمو الشيخ محمد بن راشد يلي ساعدونا وعطونا خيول قوية لفريق الإمارات، اليوم أول فريق سيدات بالعالم وأول فريق ذهب بالعالم، سو هذا تاريخ يمرك للإمارات، هذا تاريخ نحن بنعتز فيه لأنه اليوم كان في رقم قياسي صار بالنسبة للصبايا، يمكن كان أحسن من أرقام الشباب، بكرة منشوف بالسباق ب120 كيلو شو ممكن يعملوا الشباب بالوقت، بس بنات ما شاء الله عليهم، عفرة السويدة، آية عبدالله، عليا الخفاجي، وعيشة الرميسي، وأكيد شذرة الحجاج يلي ما حلف الحظ بالنسبة لخيلة، بس كلهم فتيات من الإمارات وفريق واحد هو فريق الإمارات. لارا يمكن مثل ما ذكرتي
كل الشعارات اليوم توحدت لرفع علم دولة الإمارات. مختلف المدربين، 4 مدربين قادوا منتخب الإمارات تحت راية واحدة، تحت علم واحد وتحت هدف واحد، وكلهم يمكن كانوا يمشون باستراتيجية معينة وضعت من سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. ما طمعوا بالمراكز الأولى، بالعكس طمعوا بمركز الأول بالنسبة للفرق. بالنسبة للفرق كان كتير مهم هذا التوجيه اللي اعطينيهون يامبارح للمدربين، أما للسيدات كمان للصبايا الخمسة كتير مهم الفريق. هيدا سبق فرق، هيدا أول سباق اتحاد دولي للفرق مش للإنديفيدوالز. اليوم الإنديفيدوال بيتوج عادي، بس هو إتس نيشن كاب، هو أمه هذا الفريق، فريق العالم كله يلي هي. بلشنا اليوم بست فرق، إن شاء الله سنة الجاية منوصل ل15 دولة مثل ما كان في اليوم بالسباق. كان في 72 بنت مشاركين من 15 دولة، هيدا رقم كتير مهم بالنسبة لأي سبق صار، حتى نحن بسباقاتنا بالإمارات. ترى الرقم أنت عم تحكي عالمي بالنسبة لفتيات إجوا من كل العالم وإجوا لهون على إيطاليا لا أكيد يشاركوا بسباق أم العالم اسمه شيخة فاطمة مبارك. شكر للسيدة سعادة نورة السويدة يلي كل الوقت كانت عم تتصل لتتطمن على البنات وتهتم لأمورهم وكل شيء تكون أوكي. وشكر كتير كبير للسيدة لولو العوادي، سعادة لولو العوادي من البحرين. بدنا نقول برافو للبحرين، برافو للشيخة نجلة والتيم تبعها، لأنه هني كمان ربحوا المركز الفضي يلي كمان أحرزوا نتيجة كتير منيحة، وهيدي كمان شكر لألون ل يشاركوا يجوا على إيطاليا ويشاركوا بسباق بطولة سمو الشيخة فاطمة مبارك أم العالم لهدف واحد، هدف هو سباقات القدرة، وأكيد تحت راية سمو الشيخ منصور بن زايد يلي هو مهرجانه عم بلم العالم من كل العالم تيكون تحت مظلة واحدة، مظلة الروح الرياضية، المحافظة على الخيل، وأهم شيء الرياضة الصح، يعني كل القوانين تتبع وما نقصر بولا شيء تجاه ولا دولة تكون مشاركة بهذا السباق. لارا، يمكن رسالة المهرجان واضحة، الروح الرياضية، الحفاظ على الخيل العربي والارتقاء به من خلال سباقات الخيول السريعة، أيضا الارتقاء بسباقات القدرة، وهي يمكن رسالة جديدة يقدمها مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد اللي تعودنا أنه يتجدد كل مش كل سنة كل أسبوع. لارا، الفترة القادمة شهر 9، شو السكادجول مالكم؟ السكادجول رح يكون كتير مهم بالنسبة لأنه هلأ أنت بتعرف البطولة العالم الجديدة لسمو الشيخة فاطمة مبارك للفرسان المتدربين، هيدا سباق بطولة عالم، هيدي سيري جديدة نعملت للناس الأولاد اللي بروحوا يتدربوا بعد ما يكونوا خادوا 1200 صف مدرسة بالنسبة للجوكي. هيدي بطولة العالم اليوم عنا سباق بنيوبري رح يكون إن شاء الله نهار 3 أغسطس، وبعدين عنا سباق كتير كبير ببولندا يلي هي بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة مبارك يلي حيكون شيخ منصور بن زايد عم بقدم للعالم بنت جديدة من دولة جديدة ما صارت أبدا بالتاريخ يشوفوها العالم ولا يتعودوا، لأنه هي إضافة جديدة بيكونوا 56 دولة مشاركة ببطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة مبارك للسيدات إيفار، وهيدي الدولة هي دولة الهند. الهند رح يكون في عندها أول بنت بروفيشنال حتخوض سباق بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة مبارك، وفي 3 بنات هنديات من البروفيشنالز هن محترفات. أول بنت حتجي إن شاء الله على بولندا وتشارك بأول بطولة لها مع باقي البنات اللي حيكونوا متواجدين ببولندا لبطولة العالم. كلمة أخيرة لارا توجهينها، خلنا نقول لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الداعمة الأولى للمرأة الإماراتية والمرأة على مستوى العالم أيضا. ما في يقول غير شكرا من كل قلبي، لأنه هي الروح اللي نحن منعشقها ومنتنفس فيها. اليوم هي ورانا، هي بتعطينا الدافع لأنه نكون مستمرين لقدام ما نطلع ورانا. واليوم الفتاة الإمارات برهنت للعالم أنه هي الذهب العالم.
نعم تعودنا على المركز الأول. شكرا لك يا ريرة. لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وحديثها حول طبعا في ختام حديثها تحدثت حول الجدول القادم لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد والفعاليات القادمة، وتحدثت عن هذا الفوز وعن فريق الذهب، فريق منتخب الإمارات للسيدات، والذي استطاع من خلال سباق اليوم بأن يحصد المركز الأول في سباق بطولة كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات. لارا عندك شيء؟ ايه شو؟ عندي اقول لك مرسي سعود. الله يخليك. ومرسي مسعود، بس عندي اقول مرسي كتير لهدول البنتين الصبيتين اجوا من بعيد ليكونوا موجودين معنا، لانه نحن الناقل الرسمي هو طيران الامارات. شكرا لطيران الامارات لرعايتهم لنا، بس اول شكر كتير كبير بروح لهيئه ابو ظبي للسياحه والثقافه، لانه دعم الشيخ سلطان بن تحنون وكل إدارة هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، دعم كتير كبير لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد. اليوم كمان بدنا نقول شكر كتير كبير لمجلس أبو ظبي الرياضة، شيخ نهيان بن زايد thank you، محمد المحمود thank you، وأكيد أبو ظبي الرياضية ما ننسيها، وكل السبونسرز تبعنا من انفست اي دي ارابتك وكل السبونسرز، يعني ما بدي حدا يقول انه نحن نسينا حدا، كل السبونسرز لمهرجان شيخ منصور. بس في اقول شغله وحده، انه هيدي عائله وحده، نحن عائله مهرجان سمو الشيخ منصور، كل السبونسرز اللي داعمينا داعمين رساله وحده، رساله الفوز، رساله النجاح، رسالة الذهب من القلب للقلب. Thank you. شكرا لك. إذن مسعود الكلمة تعود إليك في الاستوديو، تفضل. يعطيك ألف ألف عافية سعود، وما قصرت، شكرا جزيلا على جهدك طوال البث الحي والمباشر هنا من القرية الإيطالية للقدرة، ولنقل وقائع كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرق للسيدات لمسافة 120 كيلومتر. مشاهدينا الكرام، نقلنا الحي والمباشر سوف يستمر لغد إن شاء الله في هذا المهرجان هنا في القرية الإيطالية. غدا سوف ننقل كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، متضمنة في ثلاثة سباقات، سباق 120 كيلومتر للشباب والناشئين، سباق مفتوح لمسافة 120 كيلومتر، سباق 80 كيلومتر وان ستار، سباق الجاينتس العمالقة هنا في إحدى ضواحي مدينة فيرونا بإيطاليا. ألف ألف مبروك مشاهدينا الكرام لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا، ألف ألف مبروك لفارسات الإمارات شذر الحجاج، عائشة الرميثي، علياء الخفاجي، عفر السويدي، آية عبد الرضا، وأيضا طبعا المدربين الإمارات أيضا حسن ركان المنصوري، علي الجهوري، يوسف البوشي، إسماعيل محمد، أيضا يعطي ألف ألف عافية المدرب المعروف في دولة الإمارات العربية المتحدة علي المهيري والمشاركة الكبيرة له في هذه السباقات اليوم بأربع خيول، وغدا أيضا بعدد كبير من السباقات. كل التوفيق طبعا لعلي المهيري كمدرب في دولة الإمارات في الموسم القادم. طبعا مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم لختام تغطيتنا، ألف مبروك لمملكة البحرين فوزا بالمركز الثاني والفضية، وأيضا ألف مبروك لذهبية الإمارات عفر السويدي على المستوى الفردي، ومبروك أيضا لعلي الخفاجي عفوا آية عبد الرضا فوزا بالبرونزي. يا مشاهدينا الكرام، وصلنا اليوم لختام هذا البث الحي والمباشر لهذا السباق. طبعا أبو ظبي الرياضية كما عودتكم متواجدة في كل سباقات القدرة في كل المحافل الكبيرة والنقل الحي المباشر من أي دولة في العالم، وبالأخص مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. طبعا كل الشكر هنا طبعا من اللجنة المنظمة والمتواجدين هنا في إيطاليا بالرعاية الرئيسية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة في موسمه السادس لهذا المهرجان لسباقات القدرة هنا في القرية الإيطالية للقدرة في مدينة فيرونا. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم للختام، ليس عني سوى أن أشكر الزميل سعود الرئيسي على جهده الكبير هنا في قرية في القرية الإيطالية للقدرة. كل الشكر للمعد الأستاذ محمد سالم، وعلى فترة الإعداد اللي تمثلت في حوالي 4 إلى 5 ساعات، ألف ألف شكر للأستاذ عبد الكريم شلبي كبير المخرجين على إخراجي هذه الفترة من الساعة 12 بالتوقيت إيطاليا وحتى 3 الآن على مدار 3 ساعات. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحياتي، أنا أخوكم مسعود محمد، وإلى اللقاء.